جمعية المهندسين المصريين. نعم، إنهم المهندسون المصريون، مهما تباعدت بهم المسافات وفرقت بينهم وبين بلدهم الصحارى والجبال والبحار والمحيطات، يبقى ترابطهم وتوحدهم واصطفافهم يميزهم حيثما ذهبوا وأينما كانوا. وهنا في المملكة العربية السعودية وفي العاصمة الرياض على وجه الخصوص، نشأ كيان على درجة من الاحترافية والإبداع تحت مسمى جمعية المهندسين المصريين، انطلق عام 2005 ميلادية ليحقق أهداف كوكبة من المهندسين المصريين بالسعودية وطموحاتهم، ويحول أحلامهم إلى حقائق ملموسة على أرض الواقع. ويظل عام التأسيس 2005 ميلادية عاما مشهودا في تاريخ المهندسين المصريين بالسعودية، ومحطة ناجحة تلتها محطات أخرى من الريادة والتميز عبر هيكلة مجلس الإدارة والشعب والتخصصات المختلفة من كهرباء، مدنية، ميكانيكا، عمارة، تقنية معلومات واللجان المتعددة، حتى أصبحت جمعية المهندسين المصريين هي الممثلة الوحيدة لنقابة المهندسين المصرية بالمملكة العربية السعودية. وفي هذا السياق وثقت روابط التعاون مع الكيانات التي تهتم بالمهندس جميعها لتحافظ على تميزه وترفع من قدره وتعزز من دوره الريادي في ممارسة مهنته وأداء واجبه. وقد تكللت هذه الجهود المخلصة جميعا بحصول جمعية المهندسين المصريين بالسعودية على شهادة الآيزو 9001، نظير ما التزمت به من معايير ومواصفات الجودة العالمية. فكرة تأسيس جمعية المهندسين بدأت في أواخر سنة 2005، الحمد لله نجحنا في تأسيسها في ديسمبر 2005. حطينا أسس إن إحنا نرتقي بالمهندس المصري وقدراته، فركزنا في الفترة الأولانية إن إحنا نعمل أكبر قدر ممكن من الدورات التدريبية نرتقي بها بالمهندس المصري، وبعدين ركزنا على محور الاجتماعي، يبقى في علاقات بين المهندسين وأسرهم في لقاءات دورية. والمحور الثالث اللي ركزنا عليه إن إحنا نعمل حدث تقني كبير يجمع بين المهندسين المصريين، ويكون نوال لالتقائهم بالشركات الكبرى، وقدرنا نعمل أول مؤتمر للمهندسين واللي استمر بعد كده لحد اليوم. حققت جمعية المهندسين المصريين بالسعودية بفضل الله أولا ثم بجهود كوادرها وشبابها نقلة نوعية في سبيل التميز المهني عبر تنظيم العديد من الدورات المهنية الحديثة والمحاضرات العلمية المتخصصة، وتشجيع ودعم الأعضاء على متابعة دراساتهم العليا والتواصل مع الجمعيات العلمية والمهنية محليا ودوليا في مجال تخصص الأعضاء، والاستفادة من إمكاناتها في دعم روادها علميا ومهنيا، ومد جسور التواصل مع الجهات الرسمية والهندسية في مصر والمملكة. ويبقى من أهم ما سعت الجمعية لتحقيقه توثيق التواصل المجتمعي بين المهندسين المصريين بالسعودية من خلال الرعاية الاجتماعية والترفيهية، إذ عمقت مفهوم التكافل الاجتماعي بين أعضاء الجمعية، وقدمت نموذجا رائعا في تحقيق سلسلة من الأهداف الاجتماعية من خلال اليوم الاجتماعي لأسر المهندسين وتواصله بشكل منتظم
لإيجاد مناخ ثقافي اجتماعي رياضي ترفيهي مصري تغلب عليه نكهة المحافظة على روح الأصالة والانتماء للوطن الأم. كان لابد من تطوير جمعية المهندسين بعد التأسيس، فكان لابد من تعديل اللائحة الداخلية للجمعية لضبط عملية المسؤوليات والعلاقات بين أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المكتب والشؤون الإدارية والشؤون المالية. وبحمد الله تم توسيع دائرة المشاركة لجميع المهندسين بإضافة الشعب الهندسية في اللائحة ووضع الضوابط الخاصة بكل شعبة. وكان للعمل الداخلي المنظم لابد من حصول الجمعية على شهادة الجودة، فبحمد الله تم الحصول على شهادة الأيزو 9001-2008، وبذلك قد استكملنا المنظومة الداخلية المنظمة المؤسسية الكيان القائم لجمعية المهندسين المصريين بالمملكة. تبنت الجمعية العدد من الأهداف والخطط الاستراتيجية الثابتة التي تعمل على إنجازها وفق ضوابط ولوائح الجمعية وأخرى متغيرة حسب ظروف وقتها وتحقيقها، لعل من أبرزها الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين والمحافظة على كرامة المهنة ووضع تطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة وأداء أعضاء الجمعية لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها، كذلك تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية التي تخدم المهنة وتسهم في تطوير العمل الهندسي وتوطين التقنية. ولعل انطلاقة الملتقى السنوي الهندسي منذ عام 2009 وتواصله بلا انقطاع رغم الكثير من المتغيرات التي شهدتها المنطقة دليل راسخ على مهنية واحترافية العمل بالجمعية والابتعاد التام عن مناطق الخلافات والاختلافات الأيديولوجية والسياسية. بعد مرحلة التأسيس المرحلة الأولى وتلتها المرحلة الثانية التطوير والاستقرار الداخلي، كان لابد من انطلاقة مكملة ثالثة لتحقيق الهدف المنشود، وهو أن يكون المهندس المصري فخورا بوطنه وفخرا له. كان لابد من مد أطر التعاون مع مجموعة من الهيئات العلمية والأكاديمية والمهنية الأخرى خارج المملكة العربية السعودية. كان التركيز الأوسع أو الأكبر فيها في مصر، فكان بروتوكول التعاون في المستوى العلمي والتطوير المهني مع جامعة حلوان، وكانت بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية، وكان بروتوكول تعاون مع مركز بحوث البناء والإسكان، وكان بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للمقاولات التشييد والبناء وعدة هيئات علمية أخرى. هذا كله ليصب في صالح رفع قيمة وقدر ومهارة المهندس المصري المقيم في المملكة العربية السعودية. ولعل سجل النشاط في خلال عام 2015 الزاخر والعامر بالكثير من الدورات المهنية والمحاضرات العلمية والاستكمال سلسلة المؤتمرات التي بدأت من المؤتمر الأول عام 2009 إلى المؤتمر الثامن القادم في مايو 2016 إن شاء الله، خير دليل على ما نصبو إليه ونسعى إليه والجهود المبذولة في هذا الصدد. ونعم.
نحن على موعد مع الملتقى السنوي الثامن والذي يستمر على نهجه الثابت لتصب كل الفعاليات والرؤى والدراسات في إضافة الجديد والمفيد لتكون الهندسة بحق رافد العطاء الأول للأوطان والأكثر التصاقاً بالاحتياج الفعلي للمواطن العربي في عالمنا المعاصر. وبهدف عالي القيمة عنونت الجمعية نوافذها الإعلامية بأن يكون المهندس المصري فخوراً بوطنه وفخراً له، وتحت ظلال قيمها الوارفة والراسخة تواصل، ترابط، احترافية، أمانة، انتماء. استمر نغم هذه المنظومة الإبداعية لتواصل تأدية دورها الريادي المشهود في الاهتمام بالمهندس المصري ورفع مستواه المهني والتقني. وتعاهد الجمعية روادها وجميع المهندسين المصريين بالسعودية أن تواصل دورها الطموح وتبقى دائما جمعية مهنية اجتماعية رائدة ومتطورة تعمل على تحقيق طموحات أعضائها وتميزهم. وفي هذا السبيل وانطلاقا من تمثيلها لنقابة المهندسين، عقدت الجمعية بالمملكة عدة اتفاقيات تعاون مع العديد من الجهات والهيئات العلمية والهندسية والمهنية، مثل جامعة حلوان والمركز القومي لبحوث البناء والإسكان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والاتحاد المصري للمقاولين. وفي الطريق المزيد والمزيد من أجل البحث في كيفية تيسير سبل التطور والتقدم ورفع المستوى العلمي والمهني للمهندس المصري المقيم بالمملكة، وأيضا من أجل إيجاد الفرص المناسبة وفتح نوافذ المعرفة لتصل للمهندسين المصريين المقيمين في المملكة وفق الدور الرائد الذي تقوم به الهيئات والمنظمات المصرية في مجال العمل الهندسي وتطويره في المحيط العربي. جمعية المهندسين المصريين بالسعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الأفاضل، أهلا ومرحبا بحضراتكم في ليلة جديدة من ليالي مبادرة تواصل تطوير، والتي تنظمها جمعية المهندسين المصريين بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء. موعدنا الليلة مع المحاضرة 114 في المرحلة الثانية من انطلاق المبادرة في 22 من إبريل الماضي 2020، مع ضيف يطل علينا في إطلالته الأولى في نوافذ جمعية المهندسين، المهندس علاء عبد الهادي. المهندس علاء عبد الهادي عمل في استشارات تطوير الاستراتيجيات وإعادة الهيكلة وتطوير الموارد البشرية وحلول المعلومات وتحليل البيانات في عدد من شركات البترول والهيئات الحكومية والشركات الخاصة والشركات الهندسية، بالإضافة إلى الجمعيات غير الهادفة، كما عمل في عدد من الشركات الاستشارية العالمية. قام المهندس علاء بتقييم الشركات في جائزة دبي للموارد البشرية، مؤسس مبادرة ثروة المعلومات وشريك مؤسس في مبادرة واحة الجودة. حصل المهندس علاء على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ماستركت في هولندا، وشهادة متخصص في الموارد البشرية من جامعة مينستاف، وشهادة متخصص في تحليل البيانات من جامعة دو، ومهندس معتمد في الذكاء الاصطناعي من شركة IBM، وبكالوريوس الهندسة المعمارية من جامعة الإسكندرية. وكان المهندس علاء عضو مجلس إدارة في الجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية لمدة 8 سنوات، بالإضافة إلى عضويته في العديد من الجمعيات المختصة مثل جمعية إدارة المشاريع بالسعودية وكندا. المهندس علاء شريك استشاري في شركة الحلول المتقدمة للإدارة بكندا. مهندس علاء، أهلا وسهلا بحضراتك في هذه المبادرة، تفضل المايك مع سيادتك. أشكرك جدا يا مهندس سامح على التقديم، وأنا سعيد إن احنا
نكون مع بعض النهاردة. حبيت الأول أشكر جمعية المهندسين المصريين في السعودية على المجهود اللي عملته الفترة اللي فاتت في نشر العلم والربط بين المهندسين. أنا شفت عدد من المحاضرات كانت فعلا متميزة وكانت بتفيد فعلا المهندسين، خصوصا أن المجال الهندسي دلوقتي أصبح بيتغير دائما، فإحنا محتاجين دائما أن نكون نحصل على تطور ده أو نتعلم كل جديد كل يوم. حبيت أبدأ النهاردة هنتكلم النهاردة على مشاكل بتقابلنا كتير في الشركات الهندسية أو تحديات، وإزاي نقدر نستخدم تكنولوجيا حديثة موجودة دلوقتي اللي هي تقنيات ذكاء الأعمال البيزنس انتليجنت في تساعدنا إن احنا في إدارة الشركات ديت. لو حبيت أبدأ مع بعض كده نتكلم، هنشايفين مع بعض دلوقتي مجموعة من الأشخاص دول ناس مشهورين جدا في العالم. لو حبيت أسألكم بس اكتبوا لي على الشات هنا، إيه العامل المشترك بين الناس دول؟ يعني أنا شايف مثلا بتاع أمازون، بتاع تسلا، مايكروسوفت، فيسبوك. لو سألتكم بسرعة كده بس نكتب على الشات، إيه العامل المشترك اللي انتوا شايفينه بين الناس دولت؟ كلهم تقريبا يعملوا بالتكنولوجيا البيزنس. صحيح المهندس خالد، المهندس جميل، فعلا معظمهم بيتعملوا بالتكنولوجيا. المهندس صحر بتكلم على سرعة مواكبة التغييرات اللي بتحصل في الدنيا أو في التكنولوجيا حوالينا، وده فعلا صحيح. العشرة دول أغنى 10 أشخاص في العالم، فكان يمكن الشهر اللي فات بدأ يتغير شوية اليمين دولت، لكن هم دول تقريبا أغنى 10 أشخاص في العالم حاليا. الناس دولت في حاجة مشتركة بينهم، اللي هم 7 منهم بيعملوا في التكنولوجيا، في تكنولوجيا المعلومات. التكنولوجيا المعلومات معناها إيه؟ لما نشوف مثلا جوجل أو فيسبوك، أنت بتدفع كام لجوجل في الشهر؟ اشتراك في جوجل بكام في الشهر؟ مفيش تقريبا. فيسبوك هل مش تشترك أنت معاها تدفع المبلغ في الشهر؟ لا. طب هم بيكسبوا منين؟ بيكسبوا من المعلومات. فالمعلومات اللي هي عندهم دلوقتي دي أصبحت ثروة. الأغنى ناس في العالم دلوقتي اللي بيملكوا المعلومات. طب إحنا في معلومات في إيدينا، إزاي نقدر استعملها؟ ده الهدف من الكلام بتاعنا النهاردة. الفترة اللي فاتت أو القرنين اللي فاتوا الدنيا اتغيرت من الثورة الصناعية الأولى للتانية للتالتة للرابعة، والرابعة سموها ثورة المعلومات، ولكن أنا بسميها هنا ثروة المعلومات، لأن المعلومات زي ما قلنا دلوقتي أصبحت ثروة وليس ثورة. طب إزاي نقدر نستفيد من المعلومات اللي معانا ديت بحيث نقدر نحسن الأداء عندنا في الشركة؟ إزاي نقدر نقلل التكاليف؟ إزاي نقدر نحسن المكاسب أو نزيد المكسب عن طريق الاستخدام الأمثل للمعلومات اللي في إيدينا؟ احنا واحنا شغالين في الشركات، انا اشتغلت مجموعه شركات هندسيه ومكاتب هندسيه وشركات مقاولات، كان دايما في مشاكل بتقابلنا ان احنا مش عارفين المشروع الفلاني اخباره ايه. لازم اتصل بفلان اقول له لو سمحت اخبار مشروع عندك ايه، ايه اللي متاخر فيه، طب الكلاينت اخباره ايه، طب في حاجه متاخره عندك، الماتيريال والبروكيورمنت عندك اخباره ايه. ده مشروع واحد، لكن انا لو شركه عندي 60 70 مشروع 200 مشروع، ازاي اقدر اتابع الحاجات دي كلها في نفس الوقت؟ فالمشاكل اللي بتقابلنا دايما ان في عندنا كمان من ضمن المشاكل اللي بتقابلنا احنا بنتعامل مع شركات، الشركات بنحط الاستراتيجي بتاعها وبنحط الكي بيرفورمانس انديكيتور ونقول يا جماعه طب ده خلاص ده الكي بي ايز عندنا، وبعد كده نيجي نشتغل
وبعدين نيجي نحسب الكي بي ايز نلاقي في مشكله ان مش عارفين نحسب الكي بي ايز. انا عايز اعرف معلومه، عبال ما اطلب المعلومه او اطلب تقرير محتاج اسبوعين علشان يرد عليا، لان بطلب من مدير الاداره، مدير الاداره بيطلب من المديرين اللي تحتيه، كل مدير بيقعد يجمع التقرير في يومين ثلاثه، وبعدين الكلام ده يروح لمدير الاداره، مدير الاداره يجمع التقارير دي كلها في تقرير واحد، وبعدين مجموعه مديرين الادارات يجمعوا التقارير يبعتوا التقارير دي كلها عشان توصلني عشان اجمعها انا كمان، بتاخد وقت طويل. فبنلاقي ان الدنيا تتغير وانا لسه مش عارف ايه الموضوع او ايه التقارير بتاعتي. في نفس الوقت انظمه البيانات كترت قوي، من عندنا نظام للموارد البشريه وعندنا نظام للفاينانس وعندنا مايكروسوفت بروجكت وناس كتيره شغاله على المايكروسوفت اكسل، كل واحد حاطط شيت عنده على الاكسل فيه الحاجات بتاعته، لما بطلب تقرير منه يبدا يبعت لي الشيت او يجمع جزء من الشيت ويبعته لي وهكذا. فالبيانات اصبحت موجوده في اماكن كتيره، غير ان في بيانات موجوده في الموقع، الموقع ده في انهي بلد. انا عندي المواقع عندنا منتشره في مدن كتيره وفي بلاد كتيره كمان، فالبيانات دي كلها سكاترد مش عارفين هنجمعها زي ما بعضها. فاللي احنا عايزين نوصله النهارده ازاي نبني لوحه مؤشرات خاصه بقياس الاداء للشركات مع بعض، هنعملها سوا، نقدر نعرف بيها دلوقتي في ساعتها ايه اللي بيحصل دلوقتي في المشروع او المشاريع او نجمع المشاريع كلها مع بعضها. وبعدين التكنولوجيا اللي حصلت دلوقتي في تقنيات اللي هي بيسموها الذكاء الاصطناعي او بيسموها كمان الماشين ليرنينج ارتفيشال انتليجنت او جزء منها الماشين ليرنينج، ازاي بداوا يستعملوا الكلام ده في الشركات الهندسيه وفي المقاولات. خلينا نبتدي مع بعض التحديات اللي احنا بتقابلنا دايما، ان الحصول على البيانات في الوقت المناسب، الحصول على التحديث الدوري للبيانات. انا حصلت على البيانات بس البيانات اللي عندي من شهر فات، طب انا عايز احدث نسخه اتصل بيه اقول له يبعت لي الاكسل الجديد، طب الاكسل اللي عندي ده هو احدث نسخه ولا لا؟ طب ما هو ممكن يعدل بعديها بساعتين ثلاثه. الكي بي ايز كتيره والمؤشرات كتيره وعلى مستوى مختلف، على مستوى الفاينانس، الاتش ار، البروجكت، البروكيورمنت. ازاي كمان اقدر اربط العلاقات دي بعضها؟ وبعدين زي ما قلنا في تعدد منصات البيانات، وازاي الاخر مهم ان احنا نضمن سريه المعلومات، لان مش المطلوب ان كل الناس يعرفوا كل المعلومات، كل واحد مسؤول عن حاجه معينه هو بس اللي بيعرفها وهو بس المسؤول عن تحديثها. علشان نبدا نعمل الكلام ده دورنا على كلمه البيزنس انتليجنس ونحاول نعرفها، فانا لقيت تعريف بسيط جدا، هو عباره عن تحليل البيانات الماضيه لتحسين المستقبل. انا بشوف ايه اللي حصل قبل كده، بناء عليه اقدر استعمل البيانات دي ان انا اعمل بيرفورمانس افضل في المستقبل بعد كده. وتعريف تاني ليها ان وضع اطر لاداره الاداء لتحديد المؤشرات الرئيسيه ونتابعها كمان، مش مجرد بس بحط المؤشرات، انا لازم يبقى في دايما ابديت قدامي، عندي داشبورد فيها اللي بيحصل حاليا، وبيساعدني بعد كده البيانات دي كلها ان انا اقدر اعمل تحليل ذكي للاعمال. البيانات لما تكون عندنا بنستعملها في مجالات مختلفة كتير، أبسط حاجة فيها التقرير اللي هي الريبورت، بعد كده التقرير ده ممكن أستعمله أن أنا أعمل بعض التحاليل أو الأناليسس بناء على التقرير اللي عندي، بشوف مين المشروع اللي كسبان، مين المشروع اللي خسران، مين المشروع اللي متأخر، سواء الوقت، الكواليتي، أخبارها إيه، البروكيورمنت، المواد بتتأخر ليه، وهكذا. ممكن بعد كده ان انا يبقى عندي داشبورد اقدر قدامي اعرف اول باول ايه اللي بيحصل. ممكن بعد كده يبقى في فوركاستنج، انا شايف ان المشاريع سرعتها قد كده، فبالتالي اقدر اتوقع ان انا لو عندي مشروع جديد بناء على البيانات السابقه اقدر اتوقع المشروع هياخد وقت قد ايه تقريبا، او المشروع الحالي هيخلص في وقت قد ايه، فاضل له قد ايه ويخلص، او فاضل له كوست قد ايه ويخلص، او ايه المان باور اللي محتاجه عشان اقدر اخلص بقيه المشروع اللي قدامي، وهكذا. او الكاش فلو، انا عايز اعرف الشهر الجاي انا محتاج فلوس قد ايه، دي دايما مشكله بتقابلنا.
في بعد كده بروتكتيف وبرسبكتيف ان هو دي بنستعملها اكتر في الماشين ليرنينج، ان انا بناء على المعلومات الحاليه ممكن اتوقع حاجات ما كانش عندي منها اي علاقه قبل كده، ودي هنشوف منها سامبل مع بعض. علشان نسهل الموضوع بدل القصه دي كلها خلينا نقسم الموضوع نصين، جزء اللي هو الداشبورد، ان انا عندي فيه داشبورد البيانات تبقى جاهزه قدامي وابديتد واقدر اتابع البيانات واقدر اعمل تحليل بسيط ليها، والجزء الثاني اللي هو بنسميه الماشين ليرنينج اللي هو لغه تعلم الاله، هي مش لغه، هي مودلز كثيره دلوقتي، وان انا اقدر استفيد منها ازاي بعد كده. الجزء الاول عشان يبقى عندي داشبورد لازم يكون عندي كي بيرفورمانس انديكيتور. انا حاولت اجمع من اماكن مختلفه البروجكت او المشاريع الكي بيرفورمانس انديكيتور او مؤشرات الاداء بتاعها. لقينا ان في مؤشرات اداء خاصه بالوقت، في خاصه بالبادجت، في خاصه بالكواليتي، في خاصه بالافكتيفنس، وفي خاصه بالبونس بروجكت مانجمنت كي بي ايز او بسموها ال ROI او ال Return on Investment. انا صرفت كام على المشروع وكسبت كام، فانا بالتالي هل استفدت من المشروع ده ولا لا. وكل واحده مثلا في التايم فيه بتكلم على السايكل تايم، اون تايم كومبليتنس، برسنتج، وهكذا. البادجت لها برضو كي بي ايز وهنشوفها مع بعض. الكواليتي مهمه جدا ولها كي بي ايز. كفاءه المشروع، في ناس تانيين برضو شافوا ان في مجموعه من الكي بي ايز ومعظمنا اللي هم المتخصصين في البي ام بي يقدروا يعرفوا الحاجات دي، البلان فاليو، الاكشوال كوست، الايرن فاليو، الريتيرن انفستمنت، الكوست فاريانس، الكوست بيرفورمانس اندكس، السكيدول فاريانس، السكيدول بيرفورمانس اندكس، وهنشوفها سوا دي في التشارت ازاي مع بعض. ودي تفاصيل اكتر للكي بي ايز، انا بس عشان اسهلها عليكم شويه انا حطيت لكم الحاجات دي كلها في صفحة كاملة. حاولت أجمع لكم كل الحاجات دي كلها مع بعضها في صفحة هنا حطيتها لكم، اللي هي هبعت لكم اللينك بتاعها دلوقتي على الشات، اللي هي amso.ca/engineering-bi. بس حاول أجيب الشات، حطيت لكم اللينك ده. اللينك ده فيه عباره عن ايه؟ في مجموعه من المقالات المختلفه بتتكلم عن الكي بي ايز المختلفه وتفصيلها كمان، فديت ريفرنس عندك تبقى جاهز. وفي نفس الوقت الباوربوينت برزنتيشن الموجوده دي ممكن تعملها داونلود من هنا، فهي ممكن في اي دلوقتي تعمل داونلود من البرزنتيشن. فديت ادي 25 موست امبورتنت كي بي ايز، بروجكت مانجمنت كي بي ايز، 10 project management KPIs and what that means, 16 essential KPIs باختلافها طبعا بتختلف على حسب الديسيبلين او المكان او كده. طيب نرجع تاني للباوربوينت بتاعنا. عايزين نشوف مع بعض سامبل مؤشرات قياس الاداء ونشوف بتشتغل ازاي. انا دورت كده لقيت مجموعه من الداشبورد as an example جاهزة. ده مثلا داشبورد عبارة عن بورتفوليو داشبورد للمشاريع كلها. فأنا عندي هنا 58 مشروع، تكاليف المشاريع دي كلها 19 مليون، الكوست فاريانس بتاعي 7، البروجكت وورك الجزء اللي خلص منه اللي هو 275، الورك فاريانس، الاكتيف ريسك، الايشوز. فدي زي داشبورد موجوده دلوقتي، دي اسماء المشاريع اللي عندي، وادي الحاله بتاع المشروع فين دلوقتي، اللي هو اللي بالاسم ده البروبوزال، الجزء ده البلاننج، ده الجزء الاكسكيوشن. فانا عندي دلوقتي انا عارف كل المشاريع اللي عندي اخبارها ايه، اقدر اعمل فلتر بعد كده بالديبارتمنت، بروجكت تايب، كذا. خلينا بدل ما تشوفها باوربوينت خلينا نشوفها سوا لايف. هرجع هنا تاني. ده مثلا عبارة عن زي داشبورد كده للجدول المشاريع.
أنا عندي كم مشروع هنا، دي 1 2 3 مثلا حوالي 9 أو 10 مشاريع. ال percentage of completion 50%، لكن لو اخترت بس مشروع واحد ده 84%. المشروع الثاني دوت ده ما عنديش ال percentage of completion بتاعه. ده المشروع الثالث مثلا 29%، وبيقول لي ال finish variance and deadline variance، بيحسبها لي ويجيبها لي هنا، بيقول لي المشروع دوت في الديوريشن بيرفورمانس بتاعي ايه، فبيدي لي الحاله الصحيه بتاع المشروع. السكودر بيرفورمانس اندكس بيحسبها لي هنا وبيطلعها لي. ده لو مشروع واحد، لو اخترت مشروعين او ثلاثه مع بعض اقدر اعملها. فدي مجموعه مشاريع مع بعض اقدر اعمل فلتر واشوفها لايف قدامي هنا. انا بشتغل هنا على الانترنت على ويب سايت، اقدر اشوف المشاريع دي اولها اول باول. نشوف صفحة تانية مثلا في البروجكت. ادي نفس المشاريع، الكوست باي فيز، هل في ستيج 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4، الكوست ايرنينج للمشاريع بالشكل ده هنا كده. نحاول نجيب كل المشاريع. الكوست بيرفورمانس اندكس للمشاريع معظمها واحد، وفي جزء منها اقل شويه، واضح ان في جزء لسه ما بداش. الكوست ماتريكس بتاعتي بقدر اطلعها. ادي الكوست باي فيز على حسب في الستيج 1 ولا 2 ولا 3 الكوست بيتكلف كام، فبيبين لي الكيرف بتاع الكوست بيتكلف معايا كام هنا. نحاول نشوف اكزامبل مختلف شويه. ده شكل تاني للمشاريع، الكلوزد اون تايم كام، 95% من المشاريع خلصت اون تارجت في الوقت. الهاي بريوريتي هنا، اوت ستاندينج ستوري بوينت فيرسز ريميننج سبرنت تايم، دي مشاريع خاصه بالاي تي اكتر شويه. في مشاريع الاي تي بقى في حاجه اسمها تيكت، في مشاكل بتحصل فبيجي لنا فيدباك فبنتابعها، والتيكت دي جايه منين. دي حاجه مثلا خاصه بالتيكت او بالاي تي بروجكتس. نشوف واحد تالت، ادي واحد تالي هنا اكتر فيها الريسك. انا هنا دي حبيت اوريكم حاجه احسن، يعني جزء فيها مهم اكتر شويه، اللي هو ده. بمعنى ايه؟ انا عايز اعرف الريسك جاي لي منين، او اللي فيها ريسك جاي من عايز احسبها. فانا عندي هنا الجروس كارينج، هنا في جزئين، في جزء ريتيل وكوربريت، فواضح ان الريسك هنا اعلى، فبختار دي يجيب لي اللي تحتيها ويجيب لي فين الريسك الاعلى فيها، فاختار ديت، فاقدر اعرف فين اكتر مكان فيه ريسك كاسكيدنج بالشكل ده. فبالتالي حتى وانا شغال اقدر اعرف اوصل فين بالظبط المشكله اللي عندي. لو انا عندي مشكله اقدر اعرفها في انهي اداره، في انهي جزء، في انهي مشروع، في انهي ستيج من المشروع، وهكذا. ده اكزامبل تاني موجود عندي، عباره عن زي داشبورد للمشاريع كامله. ادي حسب البورتفوليو ليفل، حسب البروجكت ليفل، وبعدين الريسورسز، وبعدين الايرنينج فاليو، ودي هنشوفها مع بعض. لو شفنا مثلا الاكزيكتيف سامري للداشبورد، انا كمسؤول عن المشاريع كلها محتاج اشوف حاجه زي كده واعرف اول باول ايه اللي بيحصل. لازم اسرع شويه. طب خلينا نجيب واحدة تانية هنا.
لو عايز اشوف مثلا اللي هي الايرند فاليو، السكيدول بيرفورمانس اندكس والبرفورمانس اندكس، ده مثلا اكزامبل عندي، فبيوريني هنا الاندكس بالنسبه لي شكله ايه. ادي المشاريع الاندكس بتاعها او الكوست بيرفورمانس اندكس والسكيدول بيرفورمانس اندكس عالي، اللي هي ديت لو شاورت على الاخضر ده، المربع الاخضر ده، دي المشاريع دي كلها حالتها كويسه. لو شاورت على الجزء اللي تحت ده، دي المشاريع اللي هي زي المشروع ده مثلا، ده السكيل بيرفورمانس اندكس بتاعه قليل والكوست بيرفورمانس اندكس بتاعه قليل. لو شاورت على ده المشروع اللي عندي برضو نفس الحكايه، لكن ده المشروع ده الكوست بيرفورمانس اندكس، السكيل بيرفورمانس اندكس بتاعه عالي والكوست بيرفورمانس اندكس متوسط نوعا ما. فبالتالي اقدر اعرف حاله المشروع، وكمان مش كده بس، انا اقدر اعرفها على حسب الكلاينت، يعني مثلا البروجكت اونر مش موجوده هنا ديت، خلينا نشوف حاجه تانية. طيب واضح ان الموضوع بقى بطيء شويه، خلينا نشوف حاله عمليه اكتر. ده مثلا الريسورس ديتيل، الريسورس اللي عندي متوزعه فين، في انهي مشاريع، اقدر اعرف اجيب ناس من مكان او اديهم مكان تاني في اي وقت انا شايف عندي كل حاجه. ساعات بتحصل عندي مثلا يا باشمهندس احنا عايزين اسمنت وما عندناش اسمنت، الحديد متاخر، فانا اقدر اعرف فين اللي عنده حديد واقدر انقل من مكان لمكان على طول في ساعتها، مش محتاج انا اسال مين عنده الحديد ومين عنده اسمنت زياده تبعت لي شويه، لا انا اقدر اتصرف من عندي لو انا عندي داشبورد زي كده فيها كل الريسورسز بتاعتي سواء ناس او ماتيريال، اقدر اعرف مين عنده عمال زياده اقدر اخدهم، مين عنده ماتيريال زياده اقدر اخدها، وهكذا. فدي كلها شكل الشارت زي ما داشبورد زي ما احنا شفناها. دي خاصه بالافيلابيلتي مثلا، دي خاصه بالبروجكت ستاتس الوضع الحالي للمشروع ايه، الكوست اوفر تايم بيكلف عندي كام، فانا اقدر اعرف اقدر احسب الكاش فلو عندي شكله ايه، الورك اوفر تايم ماشي ازاي حسب ما بيتقسم، واقدر طبعا اعملها فلتر على حسب المشروع او كده. البروجكت كوست اقدر احسبه من هنا. الريسك والايشوز ده حاجه مهمه جدا بنهتم جدا بيها في المشاريع، نقدر نراقبها حاجه زي كده. الكوست اوفر فيو ده اللي شفناه من الاول، ده كان البروجكت كوست باي فيز، الايشو اند ريسك. كمان انا ممكن لو عندي مشاريع، ادي مثلا البروجكت، اقدر اختار المشروع يعمل لي التاسك، تحت التاسك اقدر اعرف الترانزاكشن، فتعمل دريل داون ان انا اقدر اختار حاجه فيجيب لي التفصيل بتاعها، المشروع ده ادي تفاصيله، واختار حاجه معينه يجيب لي تفاصيلها كمان، فدي بيسموها دريل داون، اقدر اعرف اي وقت ايه المشكله فين. او ان انا مثلا دلوقتي انا عندي مشروع مع الكلاينت الفلاني، بالكلاينت ده عنده كم مشروع، عنده 3-4 انا مش فاكر، لا انا اقدر افتح هنا واشوف بالكلاينت واشوف هو عنده كم مشروع واشوف الحاله بتاع المشروع والوضع ايه وصرفنا قد ايه وفاضل قد ايه والسكادول قد ايه، من غير ما ابعت اتصل بناس كتيره كل مدير مشروع عشان يعرفني ايه اللي بيحصل. انا من هنا اقدر اعمل اي ميتنج مع اي كلاينت في اي وقت، اي ميتنج مع اي مورد في اي وقت، اقدر اعرف تفاصيل كل حاجه من غير ان انا ما ايه متوه في وسط الحجم البيانات اللي عندي. الكونتراكت داشبورد دي اكزامبل برضو وحطيتها لكم في البرزنتيشن، دي الكاش فلو، ودي دايما بتبقى مشكله عندنا، غالبا معظم الناس شفتهم بيستعملوها في الاكسل، لكن هي تقدر نعملها بالشكل كده افضل تبقى ابديتد على طول. في الفاينانس كمان في الجزء عندنا الاكونت ريسيفبل، علشان دايما في مشكله عندنا في
تحصيل الفواتير بالنسبه للمشاريع، ان انا جمعت قد ايه، خدت دفعه كام دفعه من الكلاينت وفاضل قد ايه، دي كلها مهمه، لو اذروايز مش هنعرف نكمل في المشروع بتاعنا عشان محتاجين فلوس طبعا نصرف بيها. البيبول او اللي انا مفروض ادفعها للمقاولين دي اقدر اتابعها في نفس الوقت. دي كاستمايز داشبورد، اقدر اجمع حاجات من اماكن مختلفه كتيره، جزء من الفاينانس على جزء من البروكيورمنت على جزء من البروجكت، واقدر احطها لنفسي في مكان معين، لان دي الحاجات اللي انا دايما بهتم بيها. يبقى انا عندي داشبورد واحده اقدر اشوف فيها كل حاجه انا محتاجها وعايز اشوفها. دي برضو كي بي ايز مختلفه من اماكن مختلفه. وزي ما شفنا من شويه، انا اقدر مثلا اختار حاجه معينه فيجيب لي فلتر ليها، يجيب لي الجزء ده بس. البرامج بتاع الداشبورد كترت قوي من دول. دي بس اكزامبل منها، السابع عندهم بيزنس انتليجنت، الاوراكل عندهم بي اي، المايكروسوفت باور بي اي ده موجود، وانا هوريكم اكزامبل عليه ان هو بس فري، فانا يعني سهل ان نقدر نستعمله. الماكرو استراتيجي عندهم جزء خاص بالاستراتيجي، من البرامج المشهوره برضو التابلو، اي بي ام عندهم كوجنس اناليسيس. شركات كتير عندها الداشبورد وكلها تنفع، يعني ما فيش، يعني معظم شغلنا اي حاجه من دول هتغطي. بس المشكله الاساسيه اللي هنشوفها دلوقتي ان احنا ازاي نجمع البيانات ونربطها مع بعض. جارتنر عملوا زي ايفالويشن كده لمعظم البرامج ديت وحطوا لها تقييم، فلو ان الكومبليتنس اوف فيجن للبرامج اكترها بتاع مايكروسوفت اللي هو الباور بي اي، والابيليتي تو اكسكيوت برضو الباور بي اي، بعد التابلو، دول زي ما قلت دول اكتر اثنين مشهورين. جوجل عندها كمان برنامج طالع جديد اونلاين، ما هوش برنامج، هو انت ويب سايت بتخش له جوجل ستوديو. في برامج تانية كتير، انفور ده مشهور، الاوراكل عندهم ساس، عندهم للشركات الكبيرة اللي عندها ساس تقدر تشتغل بالجزء ده. الاستاذ المهندس فتح بيقول باور بي اي، صحيح فعلا. خلينا نبتدي مع بعض، بدل ما نتفرج على برزنتيشن نشتغل على حاجه سوا. ده برنامج باور بي اي. الباور بي اي عباره عن ايه؟ انا بجمع البيانات كلها من اماكن مختلفه. انا عندي هنا بروجكتس، فعندي المشاريع، عندي 66 مشروع هنا. 66 مشروع دولت البيانات اللي انا جمعتها دي جمعتها من مشاريع في اماكن مختلفه. فانا الفكره في البرنامج هنا ان انا اقدر اجمع كل واحد، مثلا ده شغال بالاكسل وده شغال بالكذا وده شغال بالكذا، اقدر اجمع الحاجات دي كلها واطلعها قدامي، وفي اي وقت عايز احدثها بشاور بس هنا كده واقول ريفرش للداتا، اوتوماتيك يروح يجمع لي المشاريع دي ببياناتها من اماكن مختلفه كتير ويطلعها لي قدامي على طول. فده بيانات المشاريع. ايه تاني اللي عندي في البيانات هنا؟ انا حاط بس اكزامبل صغير. التاسك، تحت كل مشروع في تاسك، مجموعه من التاسكس، ادي التاسكس عندي كام؟ 5000 تاسك اللي على 66 مشروع. وفي عندي كمان بيانات الريسك وبيانات الايشوز اللي حصل في المشروع. فانا محتاج اتابع الريسك ومحتاج اتابع الايشوز اللي بتحصل لي عشان اقدر احلها اول باول. طيب انا هعمل ايه؟ الداشبورد اللي قدامنا دي زي ما احنا شايفين، احنا اكزامبل وخلينا هنعملها سوا كمان مع بعض. ادي اسم المشروع، ادي البروجكت كي بي اي بتاعي، هل هو جرين ولا ريد، يعني شغال كويس ولا لا. السكيدول بتاعي اخباره ايه، الكوست بتاعي اخباره ايه، واضح ان ده في مشكله. الستارت ديت بتاع المشروع، الفينش ديت، البروجكت كوست، البرسنت اوف كومبليشن للمشروع، ده 74%، ده 49%، وهكذا. المشاريع ديت احنا قلنا شغالين دلوقتي ب 372,000 دولار، البروجكت كوست بتاعي 17 مليون. طب دي البروجكت كلها، لو انا اخترت مشروع واحد، المشروع ده ب 563,000، والبروجكت وورك ان وورك حاليا احنا شغالين فيه بالمبلغ 7000،
ما فيش اكتيفيتي، ما فيش ريسك. المشروع الثاني دوت ده ب 8000، البروجكت وورث 124. فانا اقدر اعمل فلتر في اي وقت، عايز اعرف المشاريع اللي هي في مرحله الاكسكيوشن، فبشاور على الاكسكيوشن بس. دي مش مربوطه معايا هنا، لكن هنا عندي مثلا في بروجرامز، في عندي ثلاثه بروجرامز، كل تحت كل بروجرام عدد من المشاريع. يعني مثلا البروجرام ده تحتيه 38 مشروع، البروجرام ده تحتيه 14 مشروع، طب المشروع ده تحتيه 10، البروجرام ده تحتيه 10 مشاريع. فلو اخترت ده، البروجرام ده التكلفه بتاعتي 4 مليون، فانا اقدر اعرف اول باول ايه اللي بيحصل قدامي هنا، ودي المشاريع التحتيه. فانا لو عندي كلاينت ميتنج دلوقتي مع المسؤول عن البروجرام ده، اقدر اعرف البيانات عندي اول باول هنا بالتفصيل. لو انا عندي الميتنج مع البروجكت مانجر، عايز اعرف اخباره ايه واتكلم معاه، انا عندي البيانات اوريدي موجوده من غير ما اساله، ونقدر نتناقش في التفاصيل فيها. اقدر اعمل فلتر بالديبارتمنت، كونستراكشن، انفورميشن تكنولوجي، نيو برودكت ديفلوبمنت. اقدر اعمل فلتر، يعني مثلا انا عايز بس اعرف الانفورميشن تكنولوجي بروجكت، واضح ان الكلاينت ده ما عندوش حاجه في الانفورميشن تكنولوجي، كلها في البروجرام اللي هو الجراند فورك، كلها ديت. دي كام واحده؟ دي 33. فكل المشاريع الانفورميشن تكنولوجي تحت البروجرام ده. فهنا قدرت ان انا اعمل فلتر. خلينا نشتغل مع بعض، نحاول نلعب شويه مع بعض، نحاول نعمل حاجه زي دي كده. نعملها ازاي؟ هفتح صفحه جديده. هو البرنامج ده زي الاكسل تقريبا، يعني اللي بعرف اشتغل اكسل يعرف اشتغل عليه. هفتح صفحه جديده كده، شيت جديد زي الاكسل، ودي كلها اشكال التشارت اللي عندي. لا مثلا ده الجدول، عايز اعمل جدول، عايز احط ايه، عايز مثلا احط البروجكت نيم، اقول له نيم، احط البروجكت، بروجكت نيم، ادي اسماء المشاريع اللي عندي. طيب عايز احط ايه كمان؟ مثلا البروجكت كي بي ايز، عايز ادور على كي بي ايز تحت البروجكت، البروجكت كي بي اي حطها لي هنا ايه، يا اما اون تراك يا اما اون واتش كذا. في كي بي ايز، في حاجه اسمها كي بي ايز فاليو اللي هي قيمه اللي هي من 1 لـ 5. فانا حتى ديت القيمه ديت هو حطها لي هنا كده، فممكن عايز اغيرها، اخليها زي اللي شفناه من شويه، اخضر واحمر وازرق. فانا ممكن اقول الكونديشنال فورماتنج هنا، اقول له ايكونز، فبيقول لي القيمه من كام لكام. انا اقول له القيمه، القيمه لو از 1 أو is 2 أو is 3 أو نضيف كمان number، هتبقى بالشكل ده. ونيو رول لو هي is 4 أو is 5. نلونها ازاي؟ ايه رايكم؟ نقول مثلا دي احمر، خلي دي الاصفر، خلي دي اخضر واخضر، ماشي، ولا اخضر واخضر بدايره، اخضر واخضر بدايره، ودي مثلا ايه كانت كده، خليها كده مثلا، اقول له اوكي خلاص غيرها لي هنا، حطها لي زي ما انا عايز بالظبط. طب عايزين نضيف حاجه تانية، عايز اعرف مثلا ستارت ديت والفينش ديت، فاقول له ديت فانا مش عايز الايشوز، انا عايز تحت البروجكت، انا عايز
start date. دور على كلمة start. اسمها project start date. فبختارها هنا. بيقدر يحط لي ال start date امتى بالظبط. انا مش عايزها كده، انا عايزها date نفسها بس. فكتبها لي هنا. فدي الطريقة اللي اقدر بجمع بيها البيانات. طب احنا قلنا في عندنا مثلا بروجرام، فانا ممكن اعمل زي دونت كده، واحدة جديدة، وعايز اكتب البروجرام. وعايز احط البروجرام الفاليو بتاعها كام، كاونت. فاصبح عندي هنا ادي البرامج اللي عندي حسبها لي. طبعا انا عايز اعرف المشاريع اللي تبع البروجرام اللي ده اللي هو دولت. طب المشاريع بتاع البروجرام ده اهي، المشاريع بتاع البروجرام ده اهي. فبالتالي اصبح بسهوله اقدر اعرف كل حاجه عندي من غير ما اتعب كتير. مجرد المجهود الكبير اللي بعمله ان انا بجمع البيانات دي كلها واربطها ببعضها، بعد كده بقت سهله بالنسبه لي. زي ما انتم شايفين اسهل من الاكسل ان انا اقدر اعمل اي حاجه في اي وقت انا عايزه. هل في تاني؟ خلينا نعمل حاجه تانيه، مثلا نخش في مثلا الريسك. نشوف ريسك جاي منين. طيب الريسك عندنا في ايه؟ خلينا نشوف البيانات اللي عندنا في الريسك. عندنا مثلا الكاتيجوري بتاع الريسك واسايند لمين. فانا لو عندي هنا اختار مثلا الجزء ده الريسك كاتيجوري اهوت، واقول له الفاليو بس حط القيمه كاونت كام. فواضح ان الريسك عندي اكتره منين؟ مانجمنت اسكليشن وتكنولوجي، بعديه ريسورسز، بعديه الفندور. فانا وانا شغال اقدر دايما ابقى عيني على الريسك، ابقى عارف المشكله جايه فين. طب دي في انهي مشروع؟ طب انا ممكن اشوف اعمل جدول تاني زي اللي عملناه من شويه. واختار البروجكت نيم مثلا. طيب وعايز مع البروجكت نيم اجيب من جدول تاني هو الخاص بالريسك اجيب ايه؟ احنا جبنا هنا ايه؟ احنا جبنا هنا الكاتيجوري. فانا عايز احط البروجكتس ديت واجيب الكاتيجوري بتاعت الريسك احطها هنا. تمام. بس دي مش كده، احنا ممكن اختار الجدول ده باسلوب مختلف شويه. بيقول لك ان كل بروجكت ايه الكاتيجوري بتاع الريسك اللي عنده. فانا ممكن احط كمان الكاتيجوري ده اسحبها من هنا احطها هنا في الفاليو. فبيقول لي واقول له هنا كاونت عد لي. يبقى انا عرفت دلوقتي ايه؟ عرفت في كل مشروع كم عدد الريسك اللي فيه وايه الكاتيجوري بتاع الريسك ده. طب فين اكتر حاجه هنا؟ مفيش كتير، يمكن دي خمسه. فدي اللي محتاج احط عليها اكتر شويه، وفي الريسك بتاعها في ريسورسز. يبقى انا محتاج ابقى عيني دايما على الجزء ده، او ان انا انبه مدير المشروع، او هو مدير المشروع نفسه هو لو عنده الداشبورد دي بتاعته خاصه بالمشروع بتاعه بس يقدر يتابع الحاجات دي في نفس الوقت. فدي تقريبا. احنا طبعا ممكن نشتغل كتير لو اخذنا وقت يعني، بس احنا خلينا ناخد الفكره في الموضوع. الفكره هنا ان احنا بنحاول ان احنا نحط
نجمع البيانات ونبقى في عندنا حاجة نقدر نتابع ومونيتور وكنترول المشروع بتاعنا. يبقى دي مهمة جدا في الجزئية بتاع المونيتور اند كنترول للبروجكت. ودي دايما كانت مشكلة بتقابلنا في المشاريع، خصوصا لو عندي حجم كبير مشاريع في أماكن مختلفة سكاتر وكل واحد شغال بطريقة مختلفة. لو رجعنا تاني للباوربوينت، عشان نعمل حاجة زي كده محتاجين نعمل ايه؟ الجزء اللي احنا شفناه دلوقتي هو الإيفاليويشن والديبلويمنت، اللي هو احنا بعد ما جمعنا عرفنا البيزنس شغال ازاي وفهمنا البيانات، زي ما شفت كده انا رحت عشان اشوف اعمل التقرير، رحت شفت البيانات ايه اللي عندنا عشان اقدر اطلع منها بايه، وبعد كده البيانات اللي عندي ازاي اقدر اجمعها، يبقى انا عندي ازاي استراتيجي ان انا اجمع البيانات، اعرف البيانات ازاي واحط لها ستاندر فورمات، واجمع البيانات من المشاريع كلها ازاي واحطها عندي كلها في السيستم عندي، سواء باور بي اي سواء تابلو او اي برنامج عندي. وبعد كده التكنيكاليتي في الموضوع اكتر شويه، اللي هي الموديلنج، ان انا ابني الموديل واربط الحاجات دي كلها ببعضها عشان نشوف بس الموديل شبهه ازاي. ده الموديل بتاع الجزء بتاع البروجكت. انا عندي البروجكتس وعندي الايشوز جايه من البروجكت، وعندي التاسكس اللي هي جايه من البروجكت، وعندي الريسك جايه من البروجكت. فاللي بيعرفوا اس كيو ال او داتابيز بيفهموا الحته دي كويس. الميزه في الباور بي اي ان هو لو انا حتى مش فاهمها بس انا منظم بيانات بطريقه صح، هو ممكن يعملها لوحده. الـ ERP أنا أقدر برضو أخذ بيانات من الـ ERP. يعني خلينا أقول حاجة بسيطة كده، أنا علشان أجيب بيانات أحطها هنا، ممكن لو خطرنا هنا جيت ديتا، البيانات دي أقدر أجيبها من أماكن كتيرة جدا. ممكن جزء من البيانات عبارة عن إكسل فايل، وممكن جزء من البيانات تكون في الاي ار بي بتاع الاوراكل، وممكن جزء من البيانات تكون في الاي ار بي بتاع المايكروسوفت اكزاكتا مثلا، وممكن جزء تاني هيكون موجود في التكست فايل، او موجود في سيستم بتاع الفاينانس، او سيستم بتاع الفاينانس بيطلع لي فايل بشكل معين اقدر اخده اول باول منه، او في جزء بتاع الموارد البشريه، مين موجود مين مشي هكذا. واضح؟ بس دي جزء دي هتاخد وقت شويه، نسيبها ارجع لكم. جت هنا معايا الحمد لله. طيب اقدر اجيب من اكسل، من تكست فايل اكس ام ال اللي بيفهموا في التكنولوجي، في الويب سايت بالذات الجيسون، اللي بيعمل ويب سايت وعايز يجيب بيانات من الويب سايت مثلا من الجوجل كلاود، او يقدر يجيب منها، اللي عايز يجمع بيانات من مواقع معينه يقدر اوتوماتيك البرنامج يجيب البيانات ويحطها له من سيكوال سيرفر داتابيز، من شير بوينت، في شركات كتير عندها شير بوينت جوه المايكروسوفت، شير بوينت جوه السيستم يقدر يجيب منها، من الاوراكل داتابيز، من الاي بي ام دي بي 2، من فورمكس الماي سيكوال داتابيز، حتى اللي هي على الاباتشي سيرفر، السايبس، الساب، الناس الشركات الكبيره اللي بتستعمل ساب، نقدر اخد البيانات من الساب من غير حتى ما اخدها، انا كل شويه بقول له روح هات لي احدث البيانات دلوقتي وخلاص اوتوماتيك، هو من غير ما اخلي حد يروح يجيبها لي، ولا اقول لفلان يا عم ابعت لي بتاع ولا متاخر، ولا هو الشخص غايب النهارده، طب بكره، طب هنعمل ايه، هو السيستم ما دام مربوط عليها خلاص يبقى جاهز. الامازون ويب سيرفر ممكن يبقى عليها، الامبالا، الجوجل بيك كويري، ممكن احنا بنتعامل مع بيانات هنا بالملايين الريكوردز، مش مجرد يعني الاكسل بيبقى له ليميت معين، لكن هنا اقدر اربط بيانات بملايين الريكوردز من اماكن مختلفه كتير. فدي ان انا طريقه اقدر اجيب بيها البيانات، وانس ان جبتها وعملت الموديل، اسهل حاجه في الموضوع ان انا اعمل حداثه زي ما قلت، بعملها ريفرش منها.
نرجع تاني للموديل بتاعنا، وزي ما اتفقنا ان احنا اول حاجه بنحضر البيانات ونربطها ببعضها، ودي الجزء ال 80% تقريبا من الوقت بنستعمله فيها. وانس البيانات جاهزه اقدر اعمل الداشبورد يبقى جاهز عندي، واقدر اعدل في الداشبورد زي ما انا عايز في اي وقت، زي ما شفتوا اللي بيعرف اكسل يقدر يعملها بسهوله. فده الجزء بتاع الايفالويشن والديبلويمنت. خلينا نسال مع بعض كده الشركات عندكم. خلينا نفتح هنا، ده زي كوشنير كده، لو ممكن بس بعد اذنكم ترد عليه دلوقتي، ناخد مثلا دقيقه فيه. زي ما انت شفته دلوقتي، طب بالنسبه للشركه عندكم انا عملت ايه؟ ريلانش. سامح، ينفع بس تساعدني ترجع البول تاني؟ البول دلوقتي ظهر قدامي في الابليكيشن بتاع الموبايل. طيب يعني الناس تقدر تدخل بيانات دلوقتي؟ طيب الناس بدأت ترد دلوقتي، تمام. فأول سؤال أنا بسأله، ما هي المشاكل اللي تقابلنا حاليا؟ وحاطط عدد من المشاكل ونشوف إيه أكتر مشاكل موجودة عندنا. الشركة عندنا عندنا أنظمة بيانات متكاملة، ولا في أنظمة لكن مش مترابطة ببعضها، ولا ما عندناش أنظمة ومش محتاجينها، ولا عندنا أنظمة ما عندناش أنظمة بس محتاجين أنظمة. كمان على حسب حجم الشركة بيفرق، واضح إن معظم الشركات عندنا أكتر من 100 شخص. ومجال عمل الشركة هنا اللي هي شركة هندسة والمقاولات، هيئات حكومية أخرى. فما شاء الله عندنا حجم داتا كتير هنا. فواضح ان اكتر حاجة فيها مشكلة عندنا التحديث الدوري للبيانات، ودي فعلا مشكلة قابلناها كتير. ان انا عندي البيانات بس علشان اجيب اخر نسخة، يا حاجة من الاتنين، انا عندي اكسل فايل وعندي اكسل فايل فيرجن 1 وفيرجن 2، انه فيهم احدث واحد. تاني حاجة الاكسل ده عندي مين؟ عندي. طب وهو اللي عندك ده اللي انا بعته لك كان اخر حاجه؟ اقول له لا، ده امسح اللي عندك ده، اصل انا هبعت لك بالايميل تاني نسخه محدثه. فدي مشكله دايما بنقابلها، وزي ما احنا شايفين دي اكتر حاجه بنقابلها. تاني حاجه ان الحصول على بيانات في الوقت المناسب، دي فعلا متكرره كتير. وتالت حاجه ان بيانات الادارات غير مرتبطه ببعضها، كل واحد شغال في مكان لوحده، وحتى بيانات المشاريع. يعني انا ممكن عندي مثلا 20 30 مشروع، كل مشروع شغال بطريقه مختلفه، وانا عشان اعرف التقرير بتاع مشروع كل مشروع لازم كل مشروع بشكل مختلف، وعشان اجمعها خد لك اسبوعين ثلاثه. معظم الشركات هنا لها انظمه عديده ولكنها غير مترابطه، وده فعلا موجود. ومعظم الشركات هنا ما شاء الله اكبر من 100 او ما بين 10 و100. ومجال الشركات مع هيئات حكومية التلت والمقاولين التلت والاستشاريين التلت، فالموضوع متوازن شوية من التلاتة. طيب أنا أشكركم جدا على الجزء دوت، وخلينا نبدأ هنا نخش في الجزء التاني. احنا قلنا عشان نسهل الموضوع، احنا قلنا احنا قسمنا نصين، جزء اللي هو الداشبورد اللي اتكلمنا عليه من شويه، والجزء الثاني اللي هو الماشين ليرنينج. ايه حكايه الماشين ليرنينج ديت او تعلم الاله؟ الذكاء الاصطناعي انتشر او اتطور جدا الخمس عشر سنين اللي فاتوا. ليه؟ لان بقى عندنا حجم بيانات كبيره جدا،
وعندنا أنظمة الكمبيوتر بقت متطورة جدا وسريعة، وفي نفس الوقت المتخصصين في الاستاتستيك عملونا خدمة وطورونا مودلز جديدة باستخدام التكنولوجيا الموجودة دي، إن هو يقدر يتنبأ إيه اللي ممكن يحصل بعد كده. الذكاء الصناعي انتشر في حاجات مختلفة، في النطق واللغة اللي احنا شايفين دلوقتي، مثلا اللي عنده ايفون في سيري، واللي عنده جوجل برضه ممكن يقول له كلم لي فلان، ابعت لي رسالة لفلان. فالموبايل او الكمبيوتر بدأ يفهم الكلام، ممكن هو بيتكلم وانت مثلا شغال الجي بي اس، بيقول لك انت بعد شوية هتحود يمين، بعد شوية هتمشي شمال، او في الجي بي اس نفسه في جوجل ماب بقول له فين اقرب طريق من هنا لهنا، انا رايح المكان الفلاني اروح لفين. وفي نفس الوقت يروح رابط نفسه ببيانات اللي عنده الخاصه بمدى ازدحام الطرق، ويقول لك فين اسرع طريق. البناء التصورات والادراك دي هنشوف برضو حاجه شبهها، المنطقيه والاستنتاج، حل المشكلات والتعلم. معظم الشركات دلوقتي عندها انظمه للماشين ليرنينج او تعلم الآلة. في حاجة منها في الكوجنيتيف سيرفيس هنشوفها دلوقتي، الماشين ليرنينج، الديب ليرنينج، النورال نتورك، دي أكتر أربع أنواع. في الرؤية الكمبيوتر فيجن بقى، الكمبيوتر لو شفت مثلا في الفيسبوك ساعات يقول لك ده أنا شفت صورتك عند فلان، هو أوتوماتيك بيعرف صورتك وهو ده أنت، يعمل لك تاج عليه ولا لأ. ساعات مثلا في صورة مثلا في الفيسبوك ويقول لك ده فلان وده فلان، ده فلان هو بيعرفها لوحده. احنا لما بنفتح الموبايل دلوقتي بالصورة بالوش هو بيعرف اذا كنت انت ولا لا، وحتى لو توينز او تاؤم ممكن يعرفهم من بعض، ساعات احنا ممكن ما نعرفهمش لكن هو بيعرفه. فالفيس ريكوجنيشن منتشر كتير. السبيتش زي ما شفنا من شويه، ان ممكن تتكلم او الكمبيوتر ممكن يتكلم، ممكن تكتب له الكلام وهو يتكلم. انا دلوقتي خلاص بطلت استعمل الكيبورد، لو عايز اكتب حاجه مثلا باوربوينت برزنتيشن او حاجه بفتحها وامليه وهو يكتبها لوحده، بتبقى اسرع خصوصا لو انت بتايبنج عندك مش سريع. السيرش زي ما شفنا في السيرش في الجوجل ماب او سيرش جوه الجوجل نفسها بنشوف ازاي. اللانجوج بدا يترجم ما بين اللغات وبعضها، بدأ حتى يفهم لوحده. أنا دلوقتي في الموبايل لما بتكلم وبقول بمليه، هو أوتوماتيك بيعرف أنك كنت بتكلم عربي والإنجليزي. ساعات بيغلط يعني، بس مع الوقت بيتحسن لأن هو بيتعلم، ودي عشان كده بيسموها التعلم الآلة. هو الكمبيوتر أو الموبايل أو السيستم هنا بيتعلم وبيتحسن مع الوقت، كل ما اديت له بيانات أكتر كل ما اتحسن أكتر. الديسيشن بي اي دي بيستعملوها اكتر، بالذات الانومالي ديتكتور دي بيبقى في البنوك. ساعات انت مثلا بتسافر مثلا فبتستعمل فيزا كارد في مكان، تلاقي اتصلوا بيك انا شايف الفيزا كارد بتاعتك بتستعمل في مكان انت مش موجود فيه او مش متعود موجود فيه او سافرت فيه، هل دي انت فعلا ولا لا؟ فساعات بيبقى في ترانزاكشن حاسين ان هي مش مظبوطة سواء في مكان تاني او لها سيمتمز معينة، يقدر يعرفها فاوتوماتيك السيستم يدي الارم، خلي بالك الكريدت كارد دي شكلها بتستعمل في طريقة مش مظبوطة، الحق ولا لا. بدأت تنتشر دلوقتي بالذات في مواقع او في ويب سايت، تلاقي مثلا انتوا عارفين الشات اللي هو التحت ده، بقى مش مجرد شخص قاعد ورا الشات بيرد عليك، لا ده هو الكمبيوتر لوحده بيفهم الكلام انت بتكتبه له وبيرد عليك بناء عليه. كان قريب مثلا اي بي ام كانت عامله في دبي مشروع، كان موقع خاص بال دائره التنميه الاقتصاديه في دبي، كان بتعمل خدمات معينه، فالناس بتحب تسال، عايز تعرف امتى هنفتح، طب ايه المطلوب مني عشان ايه الورق المطلوب مني عشان اطلب الخدمه ديت. فاصبح بسهوله انا ممكن اخش على الويب سايت واخش على الشات بوت ده
واساله وهو يرد عليه اوتوماتيك. الكمبيوتر يعرف الواحد انا بسال في ايه ويرد عليه. فديت انظمه موجوده وبدات تنتشر كتير جدا اكتر كمان حتى على التليفون. انا كنت بتصل مثلا بالبنك او اتصل مثلا ببعض الخدمات، دلوقتي اللي بيرد عليا الكمبيوتر ومفيش شخص بيرد عليا، بيقول لي انا شايف انت فلان، انت مين كذا، طيب انت عايز الخدمه دي انهي عربيه، العربيه دي ولا العربيه دي، اقول له العربيه دي. هو اوتوماتيك عارف ايه البيانات اللي عندي عنده، اللي عندي من السيستم عنده، وبيسالني اسئله وانا اقول له اه او لا، او اقول له اه ماشي كمل وهكذا. بعمل المكالمه كامله من غير اي تدخل بشري، فهو وفر كتير وقدم خدمه لناس اكتر مش هيقدر يوفر لهم الكاستمر سبورت دي كلهم. من ضمن الحاجات اللي بدات تنتشر قريب برضو، فولفو عملت ايه خلال السنتين اللي فاتوا؟ المكنه دي عشان تمشي على تعمل اسفلت، فعايز يعرف هو مش على كل المناطق ولا لا، فبيقيس ثلاث حاجات عن طريق الكاميرات. بيقيس الحرارة، وبيقيس الكومباكت مدى الكومباكت بتاعها، وبيقيس أنا يعني الحتة دي تمشى عليها ولا لا، وتوماتيك بيعرف إيه اللي خلص وإيه اللي مخلص. فبالتالي أقدر أعمل أضمن الكواليتي عن طريق السيستم دوت. دي أعتقد أنا حاططها لكم في ال هتلاقوها في أحد المقالات المحطوطة هنا. أعتقد هي ديت في الكونستراكشن، هتلاقي فيها فيديو بيشرح الجزء ده بالظبط ازاي. طيب دي كانت شركة أدنوك بتاع البترول في أبو ظبي، كان عندها مشكلة. هما بيعملوا إيه؟ لما بيحفروا بيطلعوا الصخور، والجيولوجيين بيشوفوا انواع الصخور دي ويعملوا كلاسيفيكيشن وينظموها. فهو عايز بناء على عشان يصنف الصخور دي محتاج ناس متخصصين وبكميات كبيره، يعني عايز تكنولوجيا متخصصين في كتير في الجزء ده. فعملوا ايه؟ عملوا سيستم على الكمبيوتر. ابيهم عندهم حاجه اسمها واتسون، بياخد صور الحاجات دي وهو اوتوماتيك يعرف الصخور دي نوعها ايه، وبناء عليها يقدر يعرفه بناء على نوعيه الصخور في المستويات المختلفه يقدر يعرف هل ممكن يلاقي بترول تحت ولا لا. خلينا نخش في تجربه عمليه شويه هنا. انا جبت هنا مجموعه من الصور ل كونكريت بلوك، تعرف ان البلوكات اللي بنعملها كراكنج ديت، وجبت صور مختلفه منها مجموعه سليمه ومنها مجموعه كراكت، وبعد كده عايز اجيب صور تانية وعايز اعرف الكمبيوتر هيعرف الواحد اذا كان حصل لها كراك ولا لا. خلينا نشوف موجوده فين في مايكروسوفت كاستم فيجن. حد عارف الباسورد؟ المهندس خيري بيقول هي ايمج بروسيسنج، هي فعلا ايمج بروسيسنج بس فيها اكتر شويه من الايمج بروسيسنج، فيها يفهم كمان الايمج دي عباره عن ايه. انا دي جزئين هقول لكم على دي دلوقتي برضو. كونكريت كراك كلاسيفيكيشن، انا عملت ايه هنا؟ جبت مجموعه من الصور وقلت له ال 20 صوره دولت ولا 40 صوره دولت دول فيهم كراك. انا جبت 94 صوره قلت له الصور دي فيها كراك، وجبت صور ثانيه 100 صوره وقلت له الصور دي ما فيهاش كراك. تمام. بعد كده بدخلها للكمبيوتر واقول له اتعلم بقى الحاجات دي، فيبدا مثلا ياخد له كام دقيقه او ساعه او ساعتين يبدا يحلل الصور دي وهو اوتوماتيك يعرفها. انتوا عارفين زي ايه؟ الماشين ليرنينج عامله زي
انا بسميها في الماشين هنا بسميها معاملة الاطفال. معاملة اطفال مش معناها ان انا يعني هو يعني مجنون، لا، معاملة اطفال انا بعلم الطفل ازاي. الطفل مثلا بجيب له مجموعة من الصور واقول له مثلا بقول للطفل مثلا ان مجموعة من الصور، واقول الصور دي عبارة عن قطة، فبقول للطفل دي قطة. فالطفل هو صغير 3-4 سنين لما تقول له قطة بتلاقيه بيعمل ايه؟ ليه بيكررها قطة، وبعدين تقول له دي قطة يبدأ يفكر شوية، دي قطة، طيب قطة ليه؟ بدل ان هو شاف شكلها مختلف شوية، دي هي عين، العين باينة، العين مش باينة، دي مغمرة، دي مفتحة، دي لون، دي لون. فيبدأ يزود عنده، دي كمان قطة، طب دي قطة، دي قطة. فتبدأ تعرفه ان دي قطط. بعد كده تعرفه ان ده كلب وده كلب. وساعات كلاب تبقى شكلها زي القطط شوية، مقطقطة، بس ايه بيبدأ يتعرف. فبدأ تبدأ تعرفه، فبتاخد فترة انك بتدربه بتعلمه. نفس الحكاية في الماشين، باخد مجموعة الصور بقول له دي كذا، مجموعة الصور دي ما فيهاش كراك، دي فيها كراك. بعد كده اعمل ايه؟ برجع هنا تاني واقول له بريدكشن. انا حطيت مجموعة من الصور كده وقلت له دي فيها كراك ولا لا، فبيعمل ايه؟ بيقول لي ديت ما فيهاش كراك بنسبة 98%. يعني برضه هو بيبقى عنده ايه؟ نسبة التنبؤ فيها، يعني بنسبة 98% و7 من 10 دي ما هياش فيها كراك، دي بنسبة 99.4 من 10 ما فيهاش كراك، دي بنسبة 99.8 من 10 فيها كراك، دي بنسبة 99.7 من 10 ما فيهاش كراك، ديت بنسبة 99.9 من 10 فيها كراك. فهو مش بيقول لك بس فيها كراك ولا لا، هو بيقول لك انا حاسس ان فيها كراك او ما فيهاش كراك بنسبة كذا في المية. بنفس الطريقة أدنوك قدر يعرفوا، يعني الشركة الأول إدتهم مجموعة من الصخور، قالت دي صخور من النوع الفلاني، والمجموعة من الصور الصخور دي صخور مجموعة من النوع الفلاني، ودي مجموعة A D B وهكذا. وكل ما ديش الصور أكتر كل ما كان نسبة الدقة عنده أكتر، لأن الصور مش كلها زي بعضها، الصور بتختلف من زي ما انتم شايفين كده، يعني دي مش شبه ديت، لكن هو كل ما ديله صور أكتر كل ما يتعلم أكتر. زي فدي جزء بيسموه الماشين ليرنينج، او بتستعمل الجوريثم زي ما بيقول المهندس خيري هنا اللي بيسموه النورال نتورك الجوريثم. اشكرك مهندس خيري على الاضافه دي، فعلا بيستعمل الموديل دوت، دي احد الموديل المستعمل حديثا. فده باختصار جدا دي فكره ان ازاي بستعمل الماشين ليرنينج في حاجه زي كده. نفس الحكايه انا مثلا عملتها ببساطة جدا، انت عارف عشان الكوفيد 19 دلوقتي، فانا عايز احط كاميرا واشوف الناس لابسه ماسكات ولا لا. فانا عملت ايه؟ جبت مجموعة من الناس 200 صورة بماسك، وبعد كده جبت 100 صورة او 130 صورة من غير ماسك، وناس اشكال مختلفة. وبعد كده في البريدكشن بحط له الصور، اقول له مثلا عايزين صورة كويك تيست، عايزين صورة يا جماعة. طيب داتا سيت face mask image، ايوه ديشن، عايز اعرف الصوره مثلا دي فيها ماسك ولا لا. بيقول لي 100% فيها ماسك. الدكتور نسيب بتسهل الصور تتطلب تنقية
مثلها مثل البيانات قبل تطبيق الخوارزمية أي خوارزمية عليها؟ لا. بس هنا احنا بنعمل حاجة اسمها classification، بمعنى لما بحط بالصور بقول له الصور ديت بماسك والصور دي من غير ماسك، فديت بعملها classification قبليها، بعرفه بعد كده بدي له أي صور تانية وهو بقى اوتوماتيك بيعرفها لوحده، بعد كده بدي له أي صور تانية هو اوتوماتيك بيقول لي هي من أنهي نوع. تمام. المهندس خيري برضو مشارك معنا ما شاء الله كتير وبيقول يعني sometimes you need to make image enhancement. صحيح، وساعات قد تكون مش محتاج، لأن مش معقولة كل الصور عندك أو الصور هتوقعها بعد كده كلها يبقى فيها enhancement. فلكن هتفرق في إيه؟ هتفرق في نسبة الثقة أو نسبة الدقة بتاعتها. هيقول لك أنا متوقع بكم في المية ديت فيها أو لا. طبعا الكلام ده بيطبق على الصور، بينطبق على الصوت، على ممكن مثلا ساعات بنعمل ايه، يبقى في زي كاميرا بتاع الدرون كده ويصور المنطقه، وكل يوم اخلي الكاميرا تطلع واشوف حصل تغيير في المنطقه ولا لا. لو انا مثلا في البلديه وعايز اتابع هل في حد بنى ولا لا من غير اذن مثلا، فاوتوماتيك بدل ما اخلي الشخص يلف كل يوم، هي الكاميرا الدرون تلف في اماكن معينه وفي نفس الوقت ايه تبعت لي التقارير ان في الحته دي حصل تغيير. طيب اجاوب على سؤال هنا للاستاذ المهندس جميل، بيسال ما هي افضل المواقع لعمل مثل هذه المقارنات. الانظمه دي انظمه اصبحت جاهزه موجوده في حاجات كتير. هم اساسا بدات بلغه البايثون او لغه الار، وبدات بعد كده شركات كتيره تطبقها تبقى موجوده جاهزه، بدل ما اعمل بروجرامينج واكتب برمجه فيها او كحاجه جاهزه. مايكروسوفت اللي انا بشتغل عليه ده مايكروسوفت ماشين اجر ماشين ليرنينج ستوديو، في اي بي ام عندها اي بي ام واتسون، جوجل عندها، امازون ويب سيرفر عندها، في شركات كتيره بدات تقدم الخدمات ديت. خوارزميات جاهزه فعلا، انا بس محتاج اعرف استعملها ازاي. مدى امن المعلومات فيها، اعتقد ان كلمه امن المعلومات دي ما عادش لها معنى عندنا، لان المعلومات كلها بقت انتوا قادرة منتشرة في كل حتة، يعني حتى اللي بيخبي رقم تليفونه كل الناس تعرفه. فأمن المعلومات انت محتاج حاجة من الاثنين، يا اما المعلومات اللي انت عايز احطها في سيرفر يبقى في مكان معين وسكيورت محدش تاني له اكسس عليه، وان كان الهاكرز ساعات ممكن يخش عليه، لكن مثلا المشروع بتاع دبي بتاع اي بي ام، علشان يعملوا حاجه زي كده، يعني مثلا انا اقول لكم حاجه، اللي انا عامله ده موجود على سيرفر في نورث امريكا، يعني كله على الكلاود. لكن انا لو عايز اعمل سيرفر خاص بيا، دبي عملت ايه؟ دبي في كهيئه حكوميه قالت لا، انا مش عايز اخلي البيانات دي موجوده بره، انا عايز اخليها جوه البلد، فعملت سيرفر خاص بيها ودت لاي بي ام السيرفر ده وتحط لنا عليه السيستم ده نشتغل عليه. فاصبح السيرفر ده داخل البلد سكيورد، لكن طبعا صرفت عليه ملايين كتيره. فانت عايز سكيورد والمعلومات بتاعتك تبقى سكيورد براحتك، عايز تنتشر اكتر براحتك، مع ملاحظه حاجتين. ايه المعلومات اللي انت بتتكلم فيها؟ هل انت محتاج تحط لها تبقى سكيورد ولا لا؟ دي حاجه. فبالتالي هل هي معلومات عامه ولا المعلومات خاصه بالدوله؟ لو معلومات خاصه بالدوله اكيد انت عايز تبقى سكيور، مش موجوده بره السيرفر، بره الدوله في اي مكان. لكن في معلومات عامه ما عندكش مشكله انت تبقى موجود هنا او هنا او هنا، بالعكس كل المعلومات دي كل ما الناس دخلت عليها اكتر كل ما السيستم بتاع الماشين ليرنينج بقى ادق. يعني زي ما قلت لكم دلوقتي، انا بدل ما اديله 20 صوره، لو اديت له 200 صوره الدقه تبقى احسن، لو اديت له 2000 صوره الدقه تبقى احسن، وهكذا.
فدي اعتبارات كتيرة. علشان نرد على السؤال ده لازم نحطها في الاعتبار، هل البيانات دي انا محتاج ان انا اتابعها او تبقى سكيورد ولا ما عنديش مشكله فيها، محتاج بالعكس انا محتاج الناس كلها تعرفها تبقى متعرف فيها. المهندس محمد النبوي بيقول يوجد في الماتلاب، الماتلاب برضو برنامج مشهور بس هو اكتر في ستاتستكس. المهندس جمال بيقول فكره الدرون لكشف مخالفات المباني او اعصاب سرقه الاراضي فكره رائعه تنجح كثيرا في المنطقه العربيه وفي كل حته مش المنطقه العربيه بس. انت في الاخر عايز سيستم يكونترول الكلام ده، ممكن يا اما درون او حتى بصور الاقمار الصناعيه دلوقتي انت ممكن تعرف اول باول، انت عندك الاقمار الصناعيه كل يوم او كل خمس ايام بتعدي على المنطقه دي تقدر تعرف فيها ايه اللي بيحصل. بس طبعا هل انت عندك صور اقمار صناعيه ولا، وطبعا في شركات كتيره بتقدمك خدمه الصور اقمار صناعيه تقدر تشتريها. احنا من زمان كنا بنعمل تخطيط في احد المدن واحتاجنا صور اقمار صناعيه واشتريناها تبقى جاهزه قدامنا. المهم كمان هنا ما تبقاش بايست، بمعنى ان انا الشخص اللي بيطلع ممكن يطلع ما ياخدش باله او ممكن يعرف ده قريبه فلان او فلان اللي بيعمل كده خلاص سيبه، لكن هنا ما فيش بقى الكلام ده، هنا السيستم بيطلع لك الحاجه زي ما هي بالظبط. طيب احنا عايزين نعمل الكلام ده نطبقه، هنطبقه ازاي؟ في عدد من الاعتبارات ان لازم اشوف الاستراكشر عندي ماشي ازاي الاول. انا عندي سي او وعندي بروجكت دايركتور تحتيه مجموعه من البروجكت، وبروجكت دايركتور تحتيه مجموعه من البروجكت، وفي اداره للادمن وفي اداره للبروكيورمنت وفي اداره للفاينانس، وتحتيها في سايت انجينير وفي يونت هيد وستاف وناس كتيره. فانا محتاج لكل شخص من دول داشبورد خاصه بيه على حسب المعلومات اللي عندي. السي او غالبا مش هيهتم بتفاصيل المشاريع قوي، لكن عايز اعرف اوفر اول المشاريع دي اخبارها ايه، الحاله الصحيه بتاع المشروع ايه، ماشيه ولا متاخره. لكن البروجكت دايركتور عايز اعرف كل مشروع تفاصيله ايه. البروجكت مانجر محتاج يعرف مشروعه بس، والجزء اللي في البروكيورمنت الخاص بمشروعه مش محتاج، مش مهم، مش مهتم يعرف المشاريع التانية اخبارها ايه. زي المهندس فتح بيقول بروجكتايز. الفاينانس محتاج بس جزء الفاينانس، فبالتالي محتاج احدد ايه الداشبورد اللي انا محتاجه على كل ليفل من الليفلز المختلفه، وايه البيانات اللي موجوده فيها، وازاي احصل على البيانات دي، وازاي اربط البيانات دي ببعضها، وازاي اتيح المعلومات دي لكل شخص على حسب احتياجه. تاني حاجه، في حاجه اسمها راسي موديل، بيبقى ايه لكل معلومه بنشوف مين المسؤول عن تحديث المعلومه، ومين له احقيه انه يشوف المعلومه، ومين له احقيه يشوف المعلومه وكمان اخذ رايه فيها، ومين مش مطلوب ان يشوف المعلومه. فبالتالي حتى في المعلومات لازم اعمل لها زي ماتريكس كده قدامي، وكل شخص قدامي واشوف ايه مين يشوف ايه وامتى وازاي، تمام، ومين اللي هيعدل ومين اللي يشوف وهكذا. فدي الفكره بتاع الموضوع. احنا اتكلمنا في حاجتين، احنا اتكلمنا في الجزء بتاع الداشبورد، احنا قلنا اتفقنا على البيزنس ريكويرمنتس، الداتا سورسنج، البيلدينج داتا موديل عملناها. بعد كده الديبلويمنت، اصبح عندي البيانات كلها في موديل قدامي اقدر اجمعها واقدر احدد الداشبورد اللي انا محتاجها بعد كده على كل ليفل، وبعد كده احدد البيانات سكيورتي بتاعتها يبقى شكلها ازاي، مين يشوف ايه ومين يحدث ايه، وازاي هحصل على المعلومه ديت، وهحدثها كل قد ايه، كل اسبوع ولا كل يوم ولا كل شهر ولا كل ثلاث شهور على حسب الكوارتر بروجكت. فده الجزء الاول. الجزء الثاني، اصبح عندي المعلومات حجم كبير من المعلومات اقدر استفيد منها في معرفه حاجات جديده، اقدر عن طريق الماشين ليرنينج اقدر اعرف في كورليشن مثلا، هل في بشوف مثلا الريسك ايه علاقته مثلا بالمكان، هل الريسك مرتبط اكتر بمكان معين او باداره معينه، اشوف الريسك اكتر مرتبط منتشر مثلا اكتر في رينج معين، او في الايشوز اللي تطلع مثلا عند المرحله معينه من المشاريع الايشوز بتطلع
بالشكل ده، فأنا محتاج أغير البوليسي بتاعتي، أو محتاج أحط زي استراتيجي بتاعتي أن أنا أحل المشاكل دي أو أن أنا أتجنب المشاكل دي، يبقى في ميتيجيت للريسك بتاعي. في حاجات كتير أقدر أستفيد منها مجرد أن أصبح عندي البيانات. وزي ما قلنا البيانات دي عبارة عن إيه؟ ثروة. البيانات دي ممكن تفرق معاك، توفر لك 2-3 مليون مثلا في الشهر، وانا مريت بتجارب زي كده. البيانات ممكن تفرق معاك في بيرفورمانس افضل، في تحسين الاداء، تعرف المشكله عندك فين وتعالجها. قد يكون ان في شخص معين محتاج تريننج يعرف الجزئيه ديت فتحل المشكله دي وتحسن الاداء وتزود بيرفورمانس وتخلص المشاريع اسرع، وبالتالي الريفينيو عندك يكون افضل والربح يكون افضل. كل الحاجات دي عن طريق انك مجرد المعرفة، عرفت البيانات بتاعتك، عرفت تمسكها كويس، عرفت تربطها ببعضها، عرفت انك توصل بعد كده انك تطلع منها بحاجة جديدة، معلومة جديدة، وتقدر بناء عليها تاخذ قرارات. القرارات لو هي بالمزاج بتبقى بايست، لكن القرارات بناء على معلومات نقدر نطلع بيها بقرارات صحيحة. آخر حاجة نبص على الصورة ديت، أنا عايز منكم تعليق. ممكن تدينوا أفضل تعليق للصورة دي أو لاحظتوا فيها إيه، أو ممكن تكتبوا لي على الشات لو سمحتم. الرحمة، مهندس فتاح، مهندس أحمد العمدة، تعبر بكل اطمئنان. حدش أنا كنت واقف في الإشارة في ما كانتش إشارة، أنا كنت واقف كده مكان عبور مشاة وهم عدوا كده، وفي ناس كلهم وقفوا. إيه الروقان ده؟ أحمد شتا، المهندس بهاء دراجة. المهندس بهاء شاف الدراجة اللي راكبة الباص، لأن هنا في كندا أنت لو عايز رايح مشوار مثلا بالدراجة، فانت عايز في حتة بعيدة، فانت ممكن توقف الباص تركب الدراجة هنا وبعدين تركب الباص، وما تنزل تاخد الدراجة وتكمل مشوار وبنفس تذكرة. القيادة الليدرشيب، المهندس أحمد مهني شاف الليدرشيب هنا، المهندس هشام، الدكتور هشام شاف الأمان، شاف المهندس فتح شاف احترام الحيوان، شاف الليدرز، المهندس حسن اسماعيل، الاستاذ احمد حرب شاف الليدرشيب، اتباع القائد، المهندس اسلام، المهندس خالد منصور شاف الانيمالز ميرسي، المهندس فتح بيقول لك ذكر البط مسيطر. المهندس احمد ابو بكر شاف الام، احنا مش عارفين مين فيهم الاب ومين الام، احنا مش عارفين يمكن. احترام الحيوان، المهندس علي توفيق، المهندس حسين القاضي، فطرة الله في جميع مخلوقاته سبحان الله، المهندس محمد العربي، الكبيرة منعت الصغار انهم يسبقوا. كله بيسمع الكلام. المهندس احمد دكتور احمد العنتري، الاولياء المشاه. دكتور احمد انا بشكرك على المحاضره الاسبوع اللي فات عن التعليم، وكنت حبيت اضيف عليها حاجه هنا، ان انت اتكلمت على التعليم الخاص بالمؤسسات، ان اللي هي المؤسسات اللي بتقدم تعليم. انا حبيت بس اضيف حاجه صغيره، ان احنا شخصيا عندنا مسؤوليه ان احنا نتعلم ونتابع التعليم ونتعرف كل يوم على حاجه جديده. أنا مش صغير، أنا عجوز يعني، بس لغاية دلوقتي بتعلم. الحاجات دي تعلمتها في السنين اللي فاتت القريبة، مش من زمان قوي، لأن يعني الحاجات دي ما طلعتش إلا قريب. فإحنا محتاجين إن إحنا في أي مستوى في أي مجال إن إحنا نتعلم، يبقى في continuous education، إن إحنا مش مجرد تعلمناه في الجامعة بس وبعد كده، لأ، أنا لازم أتابع اللي بيحصل أول بأول، أقرأ أبحاث، أقرأ تقارير، أشوف الدنيا ماشية إزاي، أجرب برامج، مهمة جدا.
ده تقريبا اللي حاولت اوصله لكم النهارده، ان في تكنولوجيا جديده طلعت او طورت الفتره اللي فاتت، حبيت بس اشارككم معاها اشارككم معايا فيها. واي وقت تحت امركم لو حد عايز اي سؤال في اي حاجه، انا ده الايميل بتاعي، ده الواتساب او التليجرام بتاعي، ده رقم تليفون، ده الويب سايت اللي هو بتاع الانجينيرينج، ممكن احط لكم بياناتي تاني لو تحبوا على الشات. لو تمام باشمهندس، نفتح باب الاسئله للزملاء. معاك مفتاح الباب؟ والله لغايه دلوقتي الزرار شغال. اتفضل. اهلا وسهلا. طبعا محاضره شيقه للساده الافاضل وما تحتويه من معلومات قيمه. الساده الافاضل طبعا عارفين الاسئله برفع اليد جوه منظومه زوم اساس ترتيب التقديم لو حد عنده استفسار او اي حاجه يخص الانظمه او استفسارات فيما تم طرحه يعني. استاذ المهندس سامح بس في مداخله بسيطه. المهندس شام رئيس مجلس اداره، اتفضل باشمهندس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المهندس علاء ما شاء الله عليك محاضره رائعه، انا بعتذر ان انا ما بداتش المحاضره، كان ظرف طارئ جدا، لكن بعد فتره قليله الحمد لله ربنا يسر. موضوع مهم جدا وشيق جدا، بشكرك عليه على الاعداد الجيد له وعلى سلاسة الطرح وانسيابته. أنا بس تعليق صغير على آخر ملاحظة لك على موضوع محاضرة التعليم اللي أداها الدكتور أحمد العنتري، أتفق معك تماما، إحنا محتاجين في مجتمعنا العربي المصري بشكل خاص والعربي بشكل عام إلى تغيير ثقافة، ثقافة الحرص على التعلم والتعليم المستمر ومواكبة حديث في كل التخصصات وكل نواحي. الدكتور هشام الصفراح ملاحظه ديت صوت كده موجود؟ اتفضل يا فندم. كده موجود، بحييك على الملاحظه دي وبحيي تواجد قامتنا الكبيره ومنهم طبعا رئيسهم الدكتور احمد العنتري، وجميل التواصل بين محاضرينا وقامتنا الكبيره في دعم الرؤى والأطروحات التي نقدمها عبر نافذتكم بجمعية المهندسين المصريين في المملكة. أنا بس كان التحية واجبة من حضرتك فاتني إن أقدمها في البداية، وبترك المجال للأسئلة والمهندس سامح يكمل إدارة اللقاء إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا يا باشمهندس. بداية مع الدكتور أحمد العنتري، تفضل يا دكتور. مساء الخير مهندس علاء، ان شاء الله يكون الصوت مسموع. مسموع. بعتذر عن الحضور متاخر شويه لان كان عندي مشكله في النت. طبعا انا برحب بالتعليق بتاعك، والحقيقه انا كنت عامل محاضره برضو مع الجمعيه. المحاضره هتلاقيها ممكن تشوفها حضرتك في صوت، الحقيقه انا مش عارف الصوت منين. كده يكون احسن. فكنت عامل محاضره حضرتك في اليوتيوب اللي هي محاضره البروفيشنال ديفلوبمنت فور انجينيرز، ودي بندعو انها تتعلم، يعني لازم يكون فعلا الرغبه في ان احنا نفسنا عايزين نعرف. لكن المشكله انه يعني زي ما قلت لك، زي ما سعادتك تعرف يعني، انه في شاعر بيقول لك يعني انه الناس الجهله بتبقى مبسوطه قوي بجهلها، والعالم بيبقى شقي بعلمه. يعني انا بحاول افتكر يعني بيت الشعر، بس هو بيقول لك انه يعني واخو الجهاله في الجهاله ينعمه. فانما احنا بنحاول يعني طبعا موضوع زي اللي حضرتك اتكلمت فيه النهارده، ناس كتيره جدا يعني بتجري وراه وعايزه تتعلمه. بسم الله ما شاء الله، يعني حضرتك في خلال يعني ساعه ونص او اقل نص لميت الموضوع. وطبعا احنا ندعو يعني الناس بشدة أنها تبتدي تخش في هذا المجال، إلا اتأخر أنه يخش في هذا المجال. ونشكر حضرتك جدا على المحاضرة، وتعليق حضرتك طبعا كان ممتاز، وبرضو ملاحظات حضرتك طول مدة المحاضرة ومتابعة
الكومنتس البسيطه بتاعه الزملاء مهندس عبد الفتاح حبيب وبقيه الزملاء رائعه. شكرا شكرا جزيلا. اشكرا دكتور احمد. شكرا دكتور عنتري. معنا المهندس حسين القاضي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. بص علاء، انا يعني ما فيش كلام يصف ما سمعناه النهارده. حقيقي جدا 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 وبشكرك جدا جدا على المعلومات اللي هي يعني بنسعد ان احنا بنعرفها، يعني بحيث ان كل يوم في تقدم. ليا سؤال على الموضوع الارتباط اللي سمعناه النهارده، وليا ملاحظه وطالب برضو رد عليها بخصوص الربط ما بين انا بسميها الإدارة التقليدية مع الإدارة الحقيقية. السؤال الأولاني، هل يمكن اعتبار أن ما تم شرح اليوم artificial intelligence وتطبيقاتها جزء من الدايمنشنز بتاعت البيم، ولا هي بتستخدم البيم بالإضافة للربطها مع الـ ERP؟ ده السؤال اللي أنا عايز، يعني إيه يعني هي ربطة ما بين البيم والـ ERP، ولا هي دايمنشن من البيم وتاخد من الـ ERP؟ دي واحدة. الثاني، يعني أنا دلوقتي حضرتك في البيم. تمام. والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني، الحقيقة يعني أنا مبهور بالمحاضرة النهاردة وسعيد جدا بيها، وكلام مش مجامل، أنا ما بجاملش على فكرة. أنا بص أنا يعني إيه الأساتذة الكبار اللي حضرتك بنحاول إن إحنا إيه زي ما بقول إيه ناخد منهم أقصى منكم ما إحنا النهاردة. اللي أنا يعني الاستقراء اللي جاب اللي أنا فكرت فيه وأنا بسمع حضرتك، إن في ناس كتير جدا وشباب أنا حضرت لهم محاضرات قد ولادي وأصغر في السعودية، وشفنا على أيديهم الداشبوردز وتعلمنا عن حاجات، دول شباب جميل يعني. وفي ناس كتيره متقدمه، وحضرتك ما شاء الله لا قوه الا بالله النهارده مستوى يعني اعلى بكتير من خيالنا. ازاي انا اقدر اربط ما بين التراديشنال مانجمنت اللي هو اللي احنا حافظينه وعارفينه ونجحنا بيه مشروعات كتير جدا ونجحنا فيه شركات كتير جدا، مع اللي بيحصل وبيجري كل يوم قدامنا من 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 artificial intelligence، من internet of things، من G5، من كل الكلام اللي احنا بنشوفه ده؟ ازاي نقدر ان احنا نعمل التوافق ما بين الحاجتين؟ لان انا لاحظت حاجه، يعني في اخر شركه اشتغلتها كانت يعني من حوالي سنتين ثلاثه، شركه كبيره جدا بتعمل مشروعات مليارات يعني، مثلا بتوع البيم مثلا هم يعني ايه يعني البيم في ناس بتوع البيم دلوقتي واخدين جنب كده وعاملين نفسهم كهنوت. الناس بتوع التراديشنال مانجمنت لوحدهم برضو بيفكروا ان دول بيعملوا ايه واحنا بنعمل ايه. يعني هاو تو يعني تو دو ا جود كومبايليشن ما بين الفكرين ونحطهم في بعض جوه تراك واحد، ونقدر نوصل بيه ان كل الخبرات القديمه من اولها لاخرها نحطها مع الخبرات الجديده او مع التقدم العلمي، ونوصل لنجاح بقى. يعني نتحط على التراك. انا يعني احنا مش صعب ان احنا نوصل دلوقتي لاي مستوى تاني، بس احنا مشكلتنا ان احنا في جاب كبيره جدا 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 ما بيننا وبين العالم دلوقتي، بالنسبه للعالم المتقدم. ف how to fill the gap بقى to be on the way to reach what's happening in the world now. وانا شاكر جدا واسف على يعني ان انا يعني بطول على حضرتك، يعني ربنا يبارك فيك يا باشمهندس حسين، وانا اشكرك جدا على السؤالين دولت، وفعلا الاسئله فعلا فاليد. الجزء الاول حضرتك بتتكلم هل ممكن نربط الكلام ده بالبيم، هل ممكن الكلام ده بالاي ار بي؟ الاجابه انا لما حطيت المقاله هنا، المجموعه المقالات، في مقاله من المقالات اللي هي في الاول ديت، انا بس فتحتها في صفحه ثانيه كده. هنا البيم نفسه وحتى الريفت هنا مثلا ده ديمو لي بيستعمل الماشين ليرنينج ان هو يقدر يعمل الحاجات دي. ده مثلا سامبل خاص في الكواليتي، فالحاجات دي ممكن تستعمل انديفيديوال او كل حاجه لوحدها في مكان معين. فالاوتوديسك اوريدي عندهم دلوقتي في جزء في اداره خاصه بالارتفيشال انتليجنت انها تطبق الكلام ده في البيم وفي الريفت في الشغل بتاعهم دلوقتي. فالكلام ده بدأ يستعمل
بكثره. بس احنا اتكلمنا على حاجتين، اتكلمنا على الداشبورد والمعلومات الاساسيه بتاع اداره المشاريع، والجزء الثاني بتاع ان نستعمل كل جزئيه في حاجه في حته معينه في تخصص معين. فردا عليها ان الارتفيشال انتليجنس بيستعمل جوه البيم وجوه الريفت دلوقتي فعلا، حتى لو احنا مش فاهمين او مش عارفين هم اوريدي بيستعملوه فيها. ان انا اربط المعلومات ببعضها، خلينا نفكر بتفصيل اكتر في المعلومات. الاي ار بي عباره عن ايه؟ معلومات في الفاينانس، معلومات في الاتش ار، معلومات في البروجكت، في جزء منها قد يكون على الاي بي ام او الانتربرايز بروجكت مانجمنت. فالحاجات دي ممكن تكون سيستم واحد على اوراكل او على مايكروسوفت، او ممكن انظمه مختلفه. التولز اللي احنا بنحاول نستعملها في الداشبورد دي بتربط ده كله مع بعض زي اخطبوط كده، بتاخد دي من هنا وتاخد المعلومه دي من هنا وتاخد المعلومه دي هنا وتحطها هذا كلها في داشبورد لوحدها. هل الريفت اقدر اطلع او البيم اقدر اطلع منه معلومات؟ ممكن اطلع منه معلومات معينه واحطها في الداشبورد عندي، مثلا البرودكشن ريت اللي بيحصل، عدد الغرف اللي طلعت. ممكن اطلع، يعني محتاج ان نخش فيها اكتر شويه، ان احنا نقدر نشوف ايه المعلومات اللي انا عايزها اعرفها كمانجمنت من البيم واقدر اطلع بيها احطها في الداشبورد عندي. اقدر اربط بيه، اقدر اربط بيه، لان هو في الاخر يا اما مجموعه من الملفات يا اما مجموعه من داتابيز. فده الجزئيه الخاصه، ان انا هل اقدر اربط الكلام ده كله ببعضه ولا لا؟ اقدر. المهم اعرف البيزنس موديل بتاعي ازاي واقدر اربط الحاجات دي كلها مع بعضها ازاي. هي دي اللي قلت انا في الاول، هي دي ال 80% من الموضوع. وانس ربطتهم وعملتهم خلاص اقدر احطها في اي داشبورد عندي. الجزء الثاني اللي حضرتك بتتكلم عليه ان كل واحد عامل لنفسه كومبينه كده وقاعد لوحده، دي محتاجه تغيير شويه في الثقافه في التعليم. انا بنتي مثلا هنا لما كانت في كندا في الابتدائي مثلا او في تعب بتتعلم، ف ما بتاخدش موضوع تعبير، والموضوع التعبير ده انت بتجاوب على تكتبه وتبعته للمدرس وخلاص. لا، انا لما بكتب موضوع تعبير او السي زي ما بيقولوا ببعته لاربعة خمسة من زمايلي يراجعوا ويدوني فيدباك، وانا كمان باخد اربعة خمس مواضيع من زمايلي وراجعه لهم وابعت لهم الرد. انا اتعلمت هنا حاجتين، اتعلمت معلومات زياده عن طريق يمكن ثلاث حاجات. معلومات زياده من الحاجات اللي انا اتعلمتها من لما قريت السي او موضوع التعبير بتاع زمايلي. اتعلمت، خدت فيدباك ان انا اقدر احسن موضوع التعبير بتاعي قبل ما ابعته من زمايلي. ثالث حاجه اتعلمت ان نتعاون مع بعض عشان نطلع حاجه افضل في الاخر. المهندسين احنا كنا لسه في الكليه كان دايما مدني وعماره وكهرباء يقعدوا يتخانقوا مع بعض، انت مالكش لازمه، ده انا هعمل كل حاجه، ده انا بعرف كل حاجه. لا، لان احنا في الاخر لازم نتعاون كلنا عشان نطلع نفس المشروع. المشروع في الاخر في جزء معماري، في جزء مدني، في جزء ميكانيكال، في جزء الكتريكال. لو ما عرفش نشتغل مع بعض المشروع توكل الله، الله يعوضنا عليه، مش هيطلع نفس الكواليتي بتاعه. فده اللي بيفرق في الكواليتي بتاع المشروع. فاحنا محتاجين نفكر او يعني هنتعلم ان احنا نشتغل ازاي مع بعض. انا يعني كان في احد المشاريع مثلا كان احد زمايلي ما بيجيب كتاب بيغطيه بورقه مثلا، علشان ورقه بيضاء عشان ما حدش يعرف هو بيقرا كتاب ايه، عشان ما يبقى هو دي يعني زي ما قلت الكهنوت بتاعه. بس لما بدا يتعلم ان لما بدا نعمل تيم ورك في مشروعه ولقى ان هو بيتعلم من شخص تاني حاجه، فبدا يفتح للشخص التاني ده او لبقيه الناس ان هو يعلمه حاجات. كانت النتيجه ان احنا المشروع بتاعنا عملنا انجاز ما حصلش في الثمان مشاريع على مستوى المشاريع كلها، لان احنا خلصنا قبل المشروع ما التارجت بتاعه ب 45 يوم، وهو اصلا لما حسبنا في الاول البرفورمانس بتاعنا كنا هنخلص متاخر شهرين. ليه؟ لان احنا اشتغلنا مع بعض، عملنا تيم مع بعض، لقينا ان لما بتعلم حاجه وبعلمها لك احنا الاثنين بنكسب. كان زمان في فزوره شهيره كل ما تاخد منها تزيد، اللي هي كان بيقول لك الحفره، لا، كل ما تاخد منها تزيد هي المعرفه او العلم.
انا لما اديتك معلومه وانت اديتني معلومه احنا الاثنين كسبنا، احنا الاثنين زدنا. فدي اللي محتاجين نشتغل عليها اكتر، سواء على مستوى مدير مشروع ازاي يخلي الفريق يشتغل مع بعضه، وازاي يبين لهم ان مكسبنا مع بعض، لو على مستوى الاداره ان احنا نشوف يبقى كي بي ايز خاصه بتيم مش بشخص، مش انا مش ده احسن مدير مشروع عندي، لا ده احسن مشروع عندي، فبالتالي المشروع كله لازم يتعاون مع بعضه، او بروجرام عندي فمجموعه مدير المشاريع لازم يتعاون مع بعضه. ازاي انا احفز الناس ان هم يتعاونوا بالشكل ده، علشان انا في الاخر انا اللي كسبان، انا كصاحب شركه كسبان ان المشروع بتاعي هيبقى احسن. فالتحفيز في جزء تاني في لما بنطبق انظمه جديده او استراتيجيه جديده او حاجه خاصه مثلا سيستم جديد، كل واحد بيخاف يطبق سيستم جديد احسن هو هيطبق سيستم مش عارف في حاجه فهيمشوه مش عارف ايه، او السيستم ده ينتج عنه ان هنمشي ناس او كده لو ما تعلمناش، او ان اللي خلاص اللي هيعرف الموضوع ده انا هعرفه وخازوا ناس تاني يمشوا. في حاجه هنا اسمها بيسموها في تطبيق الحاجات دي الاستراتيجيات بيسموها الاداره الكوميونيكيشن، او يعني بيسموها التشينج مانجمنت، اداره التغيير. دي علم اسمه اداره التغيير ولو بروسس معينه لازم نطبقها دايما مع تطبيق اي مشروع استراتيجي او تغيير حاجه او تطبيق حاجه. فانا بس حاولت انا اساهم في الجزئيه ديت بان ثلاث حاجات مختلفه، التعليم او زي والتيم ورك والتشينج مانجمنت. او المهندس فتح بيقول هنا تشينج اور يو ويل بي تشينج. شكرا يا دكتور، جزاك الله خيرا، وبنشكر طبعا الباشمهندس هشام، ده يعني استاذنا الكبير والسبب الاساسي في تجمعنا كلنا مع بعض، ومتشرفنا بحضرتك وتؤمرنا الشرف وقت بقى حاجه تحت امرك، يعني تحت امر حضرتك في اي وقت في اي وقت في اي مجال يعني. الله يخليك مهندس حسين، سعداء بحضرتك يعني، سعداء بحضرتك، شاكرين جدا. شكرا مهندس حسين. شكرا يا فندم. المهندس كمال الجبالي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كمال القبلي من المدينة المنورة. يا هلا. الحقيقة محاضرة جيدة مهندس علاء، سعدنا فعلا بكم المعلومات المفيد جدا، واللي نتوقع فعلا احنا حيكون عندنا مستقبل ان شاء الله باهر باذن الله تعالى. اكيد ان شاء الله. انا يمكن سمعت قصة الدرون او معلومة الدرون وعلقت انا عليها ان المخالفات، يمكن اول ما طرى على بالي حقيقة الجانب السلبي هذا، لكن مع 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 السماع التركيز على معلوماتك وجدت انه كيف ممكن حقيقة نركز على جوانب يعني الإشراف على التنفيذ في المباني بهذا الأسلوب. هل ممكن نصل إلى مرحلة متقدمة في الإشراف على المباني في نواحي مثلا ما اللي هو الخرسانات المسلحة، الصب، الأسقف، الأعمدة؟ هل ممكن نصل إلى حد يوم ما انه يكون المهندس من المكتب بيشوف الموقع مباشرة وبيعلق على أي تعليقات أو أخطاء في عملية التنفيذ مستقبلا؟ كلامك صحيح يا مهندس كمال، فعلا في شركات عملت كده، حطت كاميرات في الموقع في أماكن معينة، والكاميرات لوحدها بتشوف الكواليتي، يعني بتصور وتشوف الكواليتي وتدي ريبورت بيها وتقول لك الكواليتي فيها مشكلة فين. ده أحد الأمثلة يعني. ممتاز، شكرا جزيلا دكتور. شكرا باشمهندس كمال. اغتنم الفرصه مهندس علاء، وكنت عاوز اسير استفسار بسيط فيما يخص الانترنت الاشياء اللي هو متعلق بالعمل بتاع سيادتك اساسي، لان انا كنت مركز جدا في موضوع انترنت الاشياء الصناعيه وما يخص في تطوير المنظومه كاداره المنظومه الصناعيه اللي هو انترنت الاشياء الثوره الصناعيه الرابعه اللي سيادتك اثرتها في اول المحاضره.
فلاحظت أنا من اهتمام سوق العمل أو معنى سوق الصناعي فيما يخص إنترنت الأشياء كان بيبص دائماً على الموضوع مش كبرودكت اي او تي برودكت صناعي، هو بيبص على سوليوشن هيضيفه للمنظومة الصناعية اللي عنده واتيفر المنظومة دي بتعمل بإيه، والسوليوشن ده المفروض يعمل لي لوكوست بكام، برسنتج كام، انهانسمنت قد كام، هوفر قد كام. فيهمه صاحب العمل او صاحب المصنع او المنظومه اللي انا هحط فيها انترنت الاشياء الصناعيه اللي انا مركز فيها قيمه او برسنتج محدد للسوليوشن اللي انا هنظمه او هركبه عنده في المنظومه، هيعمل معايا افكتيف قد ايه خلال السنه، هيرجع ثمنه خلال كام سنه، ريتيرن اوف انفستمنت بتاعه قد ايه، الافكتيف بتاعه وبيوافق منظومه الدوله. طبعا احنا عندنا ما شاء الله في المملكه متبنيه هذا الكونسبت، وبرعايه ولي العهد الامير محمد بن سلمان حاطط ميزانيه كبيره جدا لانترنت الاشياء الصناعيه ما يعادل 5.3 مليار ريال فعليا ده سنه 2019. فالدوله حاطه الشغل بتاعها وعامله السيستم، لكن منظومه الصناعه عاوزه ارقام، عاوزه بيفور وافتر، خدت بالك سيادتك؟ فايه المتاح او ايه الارقام اللي نقدر نستنبطها من التجارب الايجابيه دي ونطلع منها ارقام نسبيه، مش هقول اكيوريت، ارقام نسبيه نقدر نخش بيها على المنظومات. نعتبر ان المنظومه الغربيه تم تطبيقها والمنظومه الامريكيه تم تطبيقها في بعض الحلول فادت الى وقائع وارقام قبل وبعد، فهل ده متاح ولا لازال لسه الداتا دي مش قادرين الكوليكشن او نستفيد بها كريماركتنج للسوليوشن الموجود في كيس هي؟ طبعا ده بتختلف من مجال لمجال، ولو عملنا سيرش نقدر ندور عليها ونجيبها، انا ما عنديش حاجه جاهزه دلوقتي قدامي. لكن زي ما انت قلت في الاخر الكلام ده فلوس وقيمه، انت عشان تحسب ار او اي احنا اتفقنا في الاول انها ثروه المعلومات وليس ثوره المعلومات. لو دورنا بس لازم نبحث في كل مجال لوحده، القيم بتاعته تختلف من مجال لمجال. انا شفت تقارير كتيره ان بتوفر مبالغ كبيره، ممكن مش مبالغ بس، القيمه عباره عن فلوس ووقت وكواليتي، الثلاث المثلث بتاعنا بتاع البروجكت مانجمنت. فعشان تحسبها مع بعض لازم تعمل لها زي اندكس كده او حاجه، ففعلا بتفرق كتير يعني، لكن انا ما عنديش رقم محدد دلوقتي لحاجه معينه. تمام. هل الشركات اللي بتقدم السوليوشن دي عندها ارقام ولا هي لازالت بتقدم السوليوشن والارقام الاكوميليشن بتاعها لسه قدامهم 5 سنين مثلا عشان اجيب اكوميليشن واضح لمجموعه من المؤسسات؟ الشركات كتيرة جدا اصلا، مش شركة واحدة يعني. تمام. لكن انا لو تحب انا ممكن ادور لك على الارقام دي واجيبها لك حتى. يعني يكون جزاك الله خير وتبقى اد فاليو، لان فعلا سوق العمل محتاج بعض الارقام الواقعية اللي يستند اليها في الاقناع لتنفيذ هذه المنظومة. خلينا اقول لك حاجة بسيطة جدا، انا حصل معي مشروع في احد الشركات، كنت ساعتها انا بشتغل في الاتش ار، فعلشان اجيب بادجت الاتش ار كان صعب يعني، مش عشان 3 مليون 4 مليون ريال عشان البادجت، صعب انك تبدا اداره اتش ار جديده وتطلب بادجت بالبد ده. فعملت ايه؟ درست البيانات الموجوده، جبت بيانات الموظفين كلهم من اول الشركه ما ابتدت، وشفت لقيت حاجه بتسميها في الاتش ار اسمها باد هاير. باد هاير معناها ايه؟ ان شخص دخل الشركه ومشي في خلال 3 4 شهور 6 شهور الكلام ده يعني. فده احنا في الشركات الهندسيه عشان شخص يخش ويبدا ينتج معاك مهندس بالذات يعني بياخد وقت عبال ما يعرف السيستم ويمشي عليه وياخد التدريب بتاعه والكلام ده. فمش بعد 3 4 شهور انا رحت قعدت مع مديرين الادارات او البيزنس يونس، قلت لهم دلوقتي لو شخص دخل معاك دلوقتي ومشي بعد 3 4 شهور او 6 شهور هل استفدت منه حاجه؟ يقول لي لا ابدا. يعني معنى كده ان راتب الاخر ده خلال المبلغ ده هل ده خساره على الشركه؟ قال لي اه. قلت له طيب بسيطه، رحت حسبت الكلام ده، احنا كشركه بنخسر كام في السنه من الباد هاير ده؟ مجرد بس من
كوست او السعر اللي انا بدفعها للموظفين، غير طبعا التكلفه بتاع الريكروتمنت وغير تكلفه كتيره كتير. فلقينا ان نخسر كل سنه 2.5 مليون ريال. فلما عرضتها للبورد طبعا فوقه 2.5 مليون ريال بنخسرها على شرط البيانات دي لا تظهر في اي فاينانشال ستيتمنت، يعني الفاينانشال ستيتمنت السنويه او الكلام ده ما فيهوش اي بيانات دي خالص، ما تطلعش، يعني دي حاجه مستخبيه كده. فلما ظهر ان في مبلغ بنخسره كل سنه خلال السنين اللي فاتت كلها 2.5 مليون از ان افريج، لا احنا محتاجين نعمل حاجه، محتاجين نشتغل في الاتش ار، محتاجين نشوف نحسن عمليه الاداء الريكروتمنت، نختار الشخص المناسب، نحسن السالري ستراكشر، نعمل تدريب، كل الحاجات دي كلها مش هتكلف المبلغ ده كل سنه، لكن تقدر ان من خلالها تحسن الشركه وتحسن ده في الشركه. ففي حاجات زي كده عن طريق البيانات وحصلت معانا كتير، زي ما بقول ده مثال بس واحد، يعني ان بتقدر من خلالها تساعد الشركه انها تحسن الاداء بتاعها وتقلل الخساره بتاعتها، خصوصا لو خساره مخفيه زي دي كده. تمام. مهندس هشام معك. مهندس هشام، اعتقد كده وصلنا لنهايه هذا اللقاء المتميز مع محاضر متميز. انا سعيد جدا مهندس علاء بتشريفك هنا هذه المحاضره، وشكر خاص للمهندس احمد العمده على الهديه الكبيره اللي امدنا بيها. قبل ما اختم اخونا وصديقنا المهندس عادل التوفيق، مهندس عادل تفضل. مهندس عادل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. وحشتنا هشام بيه، واحنا بنشكر الجمعيه وبنشكر المبادره على المحاضرات القيمه وعلى استضافه المهندس علاء في المحاضره الاكثر من ممتازه بصراحه، اللي بتنقلنا نقله كبيره جدا في مجالات الذكاء الاصطناعي. بنقدم الشكر لحضرتك ونرجو تنظيم محاضره عن التشنج مانجمنت. وطبعا هو الملاحظه الوحيده في المحاضره بتاعت النهارده انها كانت محتاجه ثلاث محاضرات، يعني ممكن تتقال على ثلاث محاضرات لنزداد من علم حضرتك. ومرة تانية بنوجه الشكر الجزير لسيادتك. أشكرك. خلاص يعني محتاجين محاضرة عن change management. حاضر. شكرا مهندس عادل، شكرا مهندس علاء. هكذا هو قدر الكفاءات الكبيرة والقناة الكبيرة اللي بتشاركنا. دائما عندنا طمع أو نهم للمزيد والمزيد وللجديد. فكده اخذنا وعد من حضرتك مهندس علاء بان احنا نعد محاضره في التشنج مانجمنت ان شاء الله نرتبها سويا. شكرا مهندس عادل على الظهور بعد غياب، بكل توفيق ونوفق اليك. طبعا مهندس عادل توفيق والمهندس حسين القاضي هما الابرز في المشاركات والمساهمات عبر 114 محاضره منذ انطلاق هذه المبادره المباركه الله سبحانه وتعالى في ابريل من العام الماضي. الأخوة الأفاضل، في نهاية هذا اللقاء المتميز نشكر حضرنا الكبير المهندس علاء عبد الهادي هذا الأداء وهذا العطاء، جعل الله في ميزان حسناته. على وعد باللقاء إذا قدر الله البقاء وأمر باللقاء يوم السبت المقبل مع محاضرة جديدة ومجال جديد نعلن عنه بعد يومين إن شاء الله. الأخوة الراغبين في شهادة حضور كما هو المعتاد تعبئة نموذج التقييم الموجود في الشات وموجود أيضا على حساب تليجرام الخاص بالمبادرة، وكما تعلمون تصل المبادرة خلال تصل الشهادة على الإيميل المدون بالتقييم خلال دقائق من تعبئته إن شاء الله. الأخوة الأفاضل، كل المحاضرات والفعاليات وبانتهاء هذه المحاضرة موجودة على قناة الجمعية على اليوتيوب، وتم البث المباشر عبر الفيسبوك ويوتيوب، والمادة العلمية بعد إذن محاضرنا ستكون متاحة إن شاء الله على حساب الجمعية على لينكدين. شكرا لكم جميعا، شكرا مهندس علاء، شكرا الزملاء فريق العمل، شكرا مهندس سامح الذي يعني سدد ثغرة عدم الإلحاق ببداية المحاضرة وللمرة الأولى منذ انطلاق المبادرة حتى الآن، لكنه لظرف طارئ الحمد لله مرض بسلام. شكركم جميعا الأخوة الأفاضل، شكرا للحضور الكريم، وعلى وعد باللقاء السبت المقبل إن شاء الله.
صدقكم الله الذي لا تضيع ودعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.